يا صباح النصر والرزق وكل حاجه يا رب حلوه على كل اللي بيتابعنا دلوقتي، يعني من كل مكان في العالم. امبارح مباراه كانت اكثر من رائعه بصراحه، خليني اقول يعني كانت فوق التوقعات، هو ده ممكن يبقى المصطلح او العنوان للمباراه. بصراحه كلنا سعداء الحمد لله، هنتكلم في كل التفاصيل، بس صباح النصر عن استحقاق حقيقي. صباح النصر يعني يا فاروق، منورنا كالعاده طبعا. صباح الخير يا نهاوند، وصباح النصر والانتصار. يعني زي ما قالت نهاوند في المقدمه، يعني الاداء امبارح والشكل اللي احنا شفناه مدينا اجواء مختلفه. بنبدا يومنا في حلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي. النهارده عندنا كلام كتير جدا، هنتكلم على المنتخب المصري وعلى استعدادات النادي الاهلي طبعا للقاء سيمبا التنزاني. هيكون معانا فقرتين النهارده، الفقره الاولى خاصه طبعا مع الكابتن ياسر مصطفى اللي هنتكلم فيها في كل الامور الخاصه بالمنتخب المصري وايضا الخاصه بالنادي الاهلي، والفقره الثانيه هتكون عن قصار القامه، وهيكون معانا ومشرفنا فيها الكابتن علي شعبان رئيس اتحاد رياضات القصار القامه. نهاوند الاجواء بتبقى مختلفه، كنا بنتكلم في الحلقه اول امس على اللي احنا مستنيينه من روي فيتوريا، مستنيين المنتخب المصري. اعتقد المردود امبارح، شكل الجمهور، الاجواء نفسها كانت مختلفه في الامارات. الاجواء كانت مختلفه والفنيات كانت مختلفه والاداء كان مختلف والثقه عادت من جديد، وكلمنا في كل ده على مدار اليومين اللي فاتوا، وقلنا مباراه الجزائر ربما هي في اصلها وديه، ولكن في الاصل هي مباراه مهمه جدا. ليه مباراه مهمه جدا؟ انك بتلعب مع منتخب قوي، بتلعب مع منتخب عنده تنافسيه شديده جدا، بتلعب مع منتخب عنده تقريبا نفس عدد المحترفين اللي عندك، وكمان على مقدار كبير من الفنيات والكفاءه والمستوى. بتتكلم عن برضو يعني منتخب الى حد ما الاعمار فيه شابه الى حد كبير او السن، بتتكلم عن منتخب برضو باصص لك ان انت منتخب كبير، ودايما المنتخبات القويه في المنافسات بتبقى باصه دايما للمنتخب المصري ان هو انا مش هتكلم على مثلا 15 سنه او 13 سنه اللي فاتوا، انا هتكلم عن تاريخ منتخب مصر. خلينا بس نبقى واضحين، لا انت دلوقتي مهما كنت منتخب قوي، انت بتلاعب منتخب مصر اللي هو كان واحد من افضل المنتخبات في المنطقه في سنوات ماضيه. فكون ان انا برضو بحاول ان انا اوصل وان انا افوز وان انا زي ما بيتقال باللغه اللغه العاميه كده ان انا اعلم على منتخب كبير لتاريخ كبير يا كريم ونجوم كبار جدا، ده بالنسبه لي حلم. وده يمكن اللي شفناه من التصريحات، كم التصريحات اللي كانت بتؤكد هذا الكلام قبل المباراه، سواء من رياض محرز يعني او غيره من اللعيبه اللي اتكلموا على احنا عارفين مقدار المنتخب المصري. فعشان كده كنا بنقول امبارح يا فاروق، مهما كان برضو انت بعيد عن التتويج وبعيد عن المستوى بتاعك بقالك يمكن اكتر من 10 سنين، بس مازال برضو انت بتمتلك الجزئيه يا فاروق اللي هي لا زي ما اتقال كده اللي بتعمل لك حساب فيها. فدي نقطه خلي بال حضراتكم مش موجوده عند منتخبات كتيره. في دلوقتي منتخبات كتيره بقى ليها مكانه مختلفه لان هي اثبتت او طورت من نفسها، لانك تيجي تتكلم عن الاصل، الاصل مختلف بشكل كبير. احنا طبعا بقى لنا 13 سنه بعاد عن المستوى اللي يليق بينا، لكن مؤمنين وواثقين ان ممكن ان شاء الله السنوات القادمه بدايه من السنه دي يكون في تغيير، يكون في قلب للموازين، يكون في عوده مره ثانيه للمنتخب المصري اللي احنا نعرفه. اتكلمنا عن فيتوريا، اتكلمنا عن السكواد بتاعنا، اتكلمنا عن روح المنتخب، اتكلمنا عن تذليل العقبات، اتكلمنا عن حاجات كتيره جدا، وقلنا يا رب في المباراه دي نشوف بجد قوه ونشوف بقى منتخب مصر عشان نطمن على اللي جاي. هي دي الاهميه كانت بتاعه المباراه يا فاروق. صحيح. انت عايز تشوف عشان تطمن، هل انا هلعب اللعب اللي هو بصراحه يعني يقلقني جدا حتى لو فزت في الثواني الاخيره زي ما حصل مع زامبيا وغيره، ولا انا بقى هشوف المنتخب لما بيلاعب منتخب قوي وفي تنافسيه بيبدا يظهر بمشهد مختلف تماما وصوره مختلفه. وقد كان بصراحه انا من الناس اللي طمنت على المنتخب في اللي جاي، انا من الناس اللي ابتديت احس ان دلوقتي ممكن نبدا، مش هقول نحكم على فيتوريا، بس ممكن نبدا ننظر لفيتوريا بالشكل المطمئن. احنا سمعنا طبعا سي في كبير وهو كان بيجهز المنتخب لفترات طويله، لكن دلوقتي ابتدى شويه الواحد يطمن ان لا احنا بنلعب كويس. امبارح كان في اكتر من نجم للمباراه بصراحه، سواء الشناوي اللي صد اكتر صحيح. من يعني جول، محمد هاني قبل الطرد، شفت اعتقد تريزيجيه كان اكتر من رائع بصراحه، حتى صلاح من بعد امبارح قال لك ان هو كان جيد الى حد كبير. يعني هنتكلم طبعا في كل التفاصيل، لكن اللي يهمنا من المباراه الوديه دي هو اللي حصل، ان انت شفت المنتخب المصري في مكانه افضل، في حته افضل، وده ان شاء الله يطمنا على اللي جاي، لان لسه اللي جاي ده يعني كتير وقصه تانية بقى، يعني موضوع تاني خالص. ف يعني از ستارت انا بشوف ان الحمد لله، او في البدايه يعني شوف الحمد لله احنا ماشيين شويه بخطوات مطمئنه.
كمان يا نهاوند، امبارح كنا حاسين من الاجواء الجماهيريه والاداء انه ماتش رسمي مش ماتش ودي. احنا طبعا لعبنا بتشكيل بيضم محمد الشناوي في حراسه المرمى، قدامه اثنين في مركز قلبي الدفاع، محمد عبد المنعم وعلي جبر، على يمينهم محمد هاني وعلى شمالهم محمد حمدي. في نص الملعب لعبنا بثلاثه، محمد النني، حمدي فتحي، واحمد سيد زيزو. قدامهم مثلث هجومي مكون من محمود تريزيجيه، محمد صلاح، ومصطفى محمد. يعني اول ربع ساعه المباراه كانت عصيبه وكانت حماسيه شويه، لكننا بعد اول 20 دقيقه ظهرنا بشكل مميز وشكلنا خطوره طبعا على مرمى منتخب الجزائر، ونجحنا بشكل كبير في ايقاف خطوره رياض محرز وسعيد بالرحمه. يعني لغايه ما حصل تدخل قوي جدا من جانب محمد هاني، يعني اللي كان عامل ماتش مميز جدا، وخلينا نتفق ان هو يعني طرد وكارت يعني احمر مستحق. حصل محمد هاني على كارت احمر عشان يلعب منتخب مصر من الدقيقه 28 لغايه نهايه المباراه ب 10 لاعبين. عمل بعدها مستر فيتوريا تبديل بنزول عمر كمال عبد الواحد مكان احمد سيد زيزو. الحقيقه ما حسيناش باي تغيير بعد ما يعني ما لعبنا ب 10 لاعبين. شخصيه المنتخب، القوه، الجديه، بالعكس احنا ظهرنا بشكل مميز جدا خصوصا في وسط الملعب اللي سيطر عليه حمدي فتحي ومحمد النني. الاجواء الجماهيريه نهواند اللي شفناها امبارح، احنا دايما بنتلهف لاي مباريات في الامارات، دي حقيقه، وعايز استغل يعني هذا الامر ووجودك. يعني انا اللي ضيف معاك النهارده. لا لا، فاتكلم على يعني الشكل او العلاقات اللي بتتم مع دوله الامارات ومجلس ابو ظبي، ودور الشركه المتحده للخدمات الرياضيه، شركة السادات، المهندس سيف الوزيري، المهندس محمد يحيى، الوزير أشرف سلمان. الشكل حلو قوي، وإحنا دايما بنأكد على الأمر ده، دور الرياضة والأمور اللي بتقوم بيها شركة المتحدة للخدمات الرياضية. بص، القصة كلها أن أنت لما بتدي ملف لناس بروفيشنال، صحيح، النتيجة بتكون أكثر من رائعة، وإحنا شفناها على الأرض. ناس عارفة هي بتشتغل إزاي، إحنا مش طالعين بنشكر، إحنا أول مرة على فكرة نتكلم في الموضوع ده تماما، لكن الحق يقال لما بتلاقي حاجة حلوة لازم تتكلم عنها. شغل طالع بمستوى احترافي كبير، ناس عارفة بتشتغل ازاي، خطة موضوعة، افضل شيء بيتم، ما فيش حاجة اسمها غلطات او مشاكل اصلا بتكون يعني مستمرة، لا، كل حاجة بيتم او حلها، خليني اقول بهذا الشكل. طبعا بيكون في كواليس وغيره، بس المشهد ان انت في الاخر مهما كان في مشاكل وكواليس وغيره، انت بتحاول ان انت تظهر بالمشهد اللي يليق، فده بيبقى شغل بيتقال عليه شغل احترافي. فسعداء ان المشهد ده يحصل، سعداء ان كمان المصريين اللي، وده العادي، يعني احنا قلنا بالزبط. دايما باعدادنا الكبيره ما شاء الله كمصريين في العالم، لكن الجاليات المصريه في كل مكان في العالم موجوده. يعني لو رحنا لعبنا في السويد هتلاقي فيه يعني جاليه مصريه بعدد كبير هناك، يعني اي دوله هتلاقي مصريين كتير، فده بيسعدنا، الواحد ما بيحسش ان هو في غربه والله لما بيسافر حتى اي دوله او حتى زياره، بتحس دايما المصريين موجودين بشكل كبير، وما بالك بقى لو المنتخب بيلعب او النادي الاهلي بيلعب او غيره، لازم بيكون في مصريين متواجدين، فده شيء اكيد بيسعدنا وبيطمن. كان المشهد برضو حلو جدا. استكمالا بقى للفنيات اللي انت قلتها، انا عايزه كمان اتكلم عن الشوط الثاني تحديدا. الشوط الثاني تقريبا اول ربع ساعه احنا ظهرنا كمان بشكل كان اكثر فعاليه، خليني اقول، على مرمى الجزائر، ومن ضربه حره كان سجلها طبعا نجم منتخبنا حمدي فتحي، برضو شابوه بصراحه، يعني هدف مصر من اسيست كان جميل علي جبر، كان ممكن كمان بعدها نضيف هدف ثاني، احنا شفنا اكثر من هدف كان ممكن ان احنا يعني نحصل عليه او نحرزه، لكن وكان تحديدا انا هتكلم من فرص هنا عمر مرموش، كان عندك مصطفى محمد برده مش عايز انسى، قبل ما يسجل بقى اسلام سليماني مهاجم الجزائر هدف التعادل في الدقيقه الرابعه من وقت البدل الضايع، وده يمكن زعلنا شويه، بس يعني ما فيش مشكله، يعني بالعكس ده يخليك برده تبني او تركز اكتر في الماتشات بقى ان شاء الله الرسميه، لكن فكره ان هو ينتهي برده بالتعادل الايجابي اعتقد يعني مش حاجه سيئه جدا، بالعكس ليها مكاسب، وهدف اكيد برده لكل فريق ان هو يبقى عنده مهمة طبعا ان هو يظهر في اللي جاي في المباريات بقى الرسمية بشكل افضل بكتير. فانا شايفة ان هي كانت مباراة في العموم مباراة كويسة جدا، طلعنا برضو بكم النقاط اللي هي المهمة اللي احنا عايزين نركز عليها، عرفنا برضو المشاكل او بعض نقاط الضعف اللي عندنا اللي محتاجة تركيز عشان الفترة اللي جاية. فلا يعني في المجمل انا من الناس السعيدة، وعلى فكرة اقول حاجة اكون صريحة بصراحة، يعني انا حزينه ان انا اقول كده، بس انا ما كنتش متوقعه ان احنا هنلعب بهذا الشكل او هيبقى الشكل الفني كويس كده. انا كنت من الناس اللي شويه مقلقه جدا، كنت حاسه ممكن يعني نجيب نتيجه كويسه، لكن الاداء هو اللي كان عندي فيه قلق. لكن بصراحه انا من الناس اللي فيتوريا او خلينا اقول لعيبه المنتخب بتوعنا طمنها او فاجئها.
بصراحة. يعني صحيح، يعني كلام نهاوند على مدار الفترة الماضية لما بنتكلم، احنا بنتكلم علشان الصالح العام، بنتكلم علشان خاطر المنتخب المصري، علشان الصورة والشكل اللي احنا عايزين نشوف عليه منتخبنا المصري. لو انت كنت بتتكلم على الثقة وشخصية المنتخب، اعتقد احنا يعني الثقة ابتدت ترجع تاني. انت بتلعب ب10 لاعبين امام منتخب من يعني التصنيف الاول في القارة الافريقية ومنتخب الجزائر، فاعتقد يعني المردود احنا شايفين الانعكاس واحنا طالعين بنتكلم يا صباح النصر، راضيين عن الاداء، منتظرين كتير جدا من المنتخب المصري. حاجه ثانيه، انا هوند اللياقه البدنيه العاليه اللي عند لاعبينا في التوقيت ده من العام ده امر مبشر جدا. كمان الانسجام الكبير ما بين الاسكواد الاساسي لمنتخب مصر، ابرزهم الشناوي اللي بعتبره واحد من نجوم المباراتين، سواء مباراه زامبيا او مباراه المنتخب الجزائري، محمد عبد المنعم وحمدي فتحي وتريزيجيه، اللي يعني برضو تريزيجيه واحد من اللعيبه المهمه جدا في المنتخب المصري على مدار اللقاءين، محمد صلاح، مصطفى محمد. الامور دي بتبشر ان بكره ان شاء الله افضل. في النهايه التعادل كان غير عادل مع منتخب الجزائر في وجود يعني رياض محرز، سفيان فيجولي، سعيد بالرحمه، رامي بن سبعيني. منتظرين ان شاء الله ضربه البدايه في التصفيات المونديال اللي هتكون في شهر نوفمبر امام جيبوتي ثم سيراليون، بعدها معركه نهائيات كاس الامم الافريقيه، اللي ان شاء الله نتمنى المنتخب مصر يعود مره ثانيه للوقوف على منصات التتويج، لان ده هو ده المكان اللي يستحقها دايما يا نهاوند منتخب مصر. طبعا هنرجع بقى في الفقره الحواريه، او يعني هننتظر شويه للفقره الحواريه عشان نتكلم بشكل اكثر تفصيلا، بس انا عايزه انتقل بقى للمنتخب الاولمبي كمان. امبارح فاز على اوزبكستان بهدفين مقابل هدف، كان طبعا نتكلم برده مباراه وديه، والمنتخب خلينا نقول تغلب في المباراه الوديه الاولى كمان على الاردن، كان 3 اهداف كان مقابل هدف واحد، وبعد كده وديات المنتخب كانت كمان ضمن الاستعدادات لدوره الالعاب الاولمبيه باذن الله يكونوا موفقين 2024. وخلينا بقى نرجع بالارقام شويه، انا بحب دايما نستعرض الارقام، نروح لارقام ميكالي تحديدا طبعا المدير الفني مع المنتخب. اولا هو قاد المنتخب او المنتخب الاولمبي في 21 مباراه، حقق من خلالهم 13 فوز 13 مباراه، تعادل في 7 وخسر مره واحده، وسجل المنتخب الاولمبي تحت كمان قيادته 28 هدف واستقبل شباكه 9 اهداف، وكمان قاد المنتخب الاولمبي لتحقيق وصافه هنا كاس امم افريقيا تحت 23 سنه، بجانب كمان التاهل لاولمبياد باريس. ففي المجمل تقدر تقول مشوار مش سيء ابدا، مشوار جيد. لسه طبعا في شوط كبير جدا منتظرهم، لسه في كلام كبير جدا ومباريات قويه، لكن سو فار او حتى هذه اللحظه انا بشوف انه مش وحش جدا بلغه الارقام اللي احنا قلناها لحضراتكم. على كل حال خلينا نروح لي يعني برضو نقاش اكتر ونتكلم في تفاصيل اكتر معانا الناقد الرياضي على التليفون محمد جمال. يا استاذ محمد انا بصبح عليك، صباح الخير. صباح الفل، وصباح الفل طبعا عليكم وعلى كل طبعا مشاهدي قناه الاهلي. خليني قبل ما ننتقل لنقطه المنتخب الاولمبي معاك انا وفاروق اسالك على الماتش امبارح. يعني اولا مش هقول لك شفت ازاي ماتش مصر والجزائر الودي، هقول لك كنت متوقع هذا الاداء الفني ان هو نلاقيه من منتخب مصر، ولا كنت من الناس اللي هي شويه عندها قلق من الاداء؟ اتفضل يا استاذ محمد. بصي اكيد كنت متوقع شويه ان المنتخب هيظهر بسرعه افضل من مباراه تونس على الاقل، لان مباراه تونس دي انا بشوفها ان هي كانت بصراحه كانت صدمه في وقتها، يعني كانت صدمه في وقتها ان منتخب مصر في مباراه تونس يخسر بثلاثيه طبعا على ملعب الدفاع الجوي، كانت مهمه بالنسبه لروي فيتوريا ان هو يعيد اوراقه ويعيد ان هو تفكيره في حته كمان المعسكرات بالنسبه لمنتخب مصر. يمكن فيتوريا كان من المدربين اللي تولت المهمه لمده سنه كامله بدون ماتشات كبيره، وما فيش قصه غير بلجيكا كانت في الكويت في شهر 11 اللي فات، لكن بقيه المباريات كلها كانت مباريات سهله، حتى مباريات التصفيات المؤهله لافريقيا كانت سهله، فما كانش تعرض لاختبار قوي يقدر ان هو يقول هو مدرب، هو اكيد مدرب كويس، ولكن هو هل لايق مع منتخب مصر ويقدر ان هو ينافس على امم افريقيا وتصفيات كاس العالم ولا لا؟ ولكن طبعا خساره تونس كانت مهمه بالنسبه له ان هو خلاص يعني كان لابد انه يلعب ماتشات كبيره، ماتشات في افريقيا، ماتش زامبيا ده انا بشوفه من اهم الماتشات اللي لابد انها كانت تتلعب، لان زامبيا ده منتخب هتلاقي شبهه كتير جدا في الفتره اللي جايه بيلعب منتخب مصر زي بوركينا وبعد كده كاب فيردي وبعد كده موزمبيق، كل المنتخبات دي هتلاقيها بتلعب بنفس طريقه منتخب زامبيا، فكان الفوز عليه مهم وكمان هيساعدك بعد كده في التصنيف الدولي. بعد كده مباراة بقى الجزائر امبارح، لا انا بشوف المنتخب مصر دايما، وحتى ده بيبقى يعني طريقه كل لاعب وكل اللاعبين المصريين دايما في الماتشات الكبيره بتلاقيهم بيظهروا بصوره مغايره تماما 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 عن اي صوره ممكن تاخديها عنهم خلال ماتشات وديه او ماتشات سهله، لكن المباراه امبارح ميزتها
ان هي كانها طابع رسمي، يعني كان بجد طابع رسمي، فده بيفيد اللعيبه بشكل كبير جدا. واعتقد ده كان اقوى اختبار لمنتخبين بينافسوا على بطوله امم افريقيا في كل المباريات اللي قدامي كانت بتتلعب امبارح. وده اعتقد دراوي فيتوريا يمكن حط ايده على 90% من تشكيله منتخب مصر الفتره اللي جايه، يمكن بس فقط هو امام عاشور اللي اعتقد هيدخل على التشكيل ده في وسط الملعب، واعتقد هيعمل اضافه كبيره جدا. غير كده اعتقد ان امبارح المباراه مفيده من كل الجوانب. رائع جدا. محمد طبعا انا بصبح عليك، وعايز اسالك على المنتخب الاولمبي اللي يعني عامل نتائج مميزه جدا مع ميكالي، يعني رايك في المباراه الوديه اللي لعبها سواء مع المنتخب الاردن او منتخب اوزبكستان، طبعا استعدادا لاولمبياد باريس 2024. انا بصبح عليك يا فاروق. طبعا بص، اكيد منتخب مصر الاولمبي انا يعني مش بشوفه منسي، انا بحب جدا جيرو ميكالي، وبشوف ان هو مدرب من بصراحه من المدربين الناجحين جدا اللي جم مصر خلال السنوات اللي فاتت، مدرب ليه سي في قوي جدا، ومن بفوزه قبل كده بالميداليه الذهبيه مع البرازيل في ريو دي جانيرو. فاعتقد هو مدرب كان الانسب تماما انه يقود منتخب بلدك، لان هو مدرب هو قبل كده مر بالتجارب دي كلها، مر بتصفيات، مر ببطوله، مر باولمبياد، وحقق ميداليه ذهبيه، فمدرب واخد على البطولات. ما استغربتش خالص ان هو عمل كده مع المنتخب الاولمبي من حيث النتائج ومن حيث القوه، قوه الشخصيه اللي عملها في اللاعبين. بص عدد اللاعبين يا فاروق اللي تاهل، اللي بقى تواجد في يعني الفرق، وطبعا الفرق الاساسي او حتى تواجد مع المنتخب الاول. بص على عصام فيصل تواجد المعسكر اللي فات مع المنتخب الاول، بص على كوكا دلوقتي موجود في المنتخب الاول، صحيح. محمد حمدي زياد ايسر انبي تواجد ايضا مع المنتخب الاول، عدد حسام عبد المجيد تواجد مع المنتخب الاول، ابراهيم عادل نفس الكلام، كل اللاعبين اصبحوا دلوقتي في جيل جديد للكره المصريه. انا عايز اقول لك على حاجه، بحكم ان انا بغطي اتحاد الكوره الفتره اللي كان فيها اختيار ميكالي، ثلاث مدربين مصريين كبار رفضوا تدريب المنتخب الاولمبي، وما كانش في حد عايز يدرب المنتخب الاولمبي، كانوا شايفين ان هو مدرب ان المنتخب محكوم عليه بالفشل من البدايه، لانه منتخب ما كانش لسه متكون وكان بقاله سنه كامله. كان الكابتن شوقي غريب جه بعد كده مشي، قعد سنه كامله بدون مدير فني، فكله قال لك لا المهمه الجايه صعبه. الراجل بصراحه من اول ما جه حط نظام، حط سيستم محطوط على اللاعبين كلها. بص حتى على قوه المباريات، يمكن كل المباريات اللي كانت قبل البطوله الافريقيه بتاعت 23 سنه قدر ان هو يلعب فيها منتخبات افريقيه من كل المستويات، وقدر ان هو ياهل الفرقه للبطوله. بعد كده في البطوله واجه كل المنتخبات بما فيهم المغرب في المباراه النهائيه، منقوص لاعب في الشوط الاول من المباراه، وقدر يوصل للنتيجه كويسه للوقت الاضافي. بعد كده حتى بص دلوقتي طريقه تفكيره في المباريات الوديه قبل الاولمبياد، الراجل مش عاوز يلعب اي منتخب افريقي، الراجل كل تفكيره دلوقتي في ماتشات من امريكا الجنوبيه او ان هو يلعب ضد منتخبات اوروبيه، ويلعب اغلبها خارج مصر خارج الارض، عشان اللعيبه تقدر تكون متعوده على اجواء جديده. فانا بصراحه بشوف ان هو مدرب ناجح جدا، انك لما تشوف دلوقتي منتخب مصر الاولمبي ما خسرش غير مباراه واحده في كل المباريات دي، وهي مباراه فاينل وخسران فيها 2-1، وبص حتى على المنتخب الاول في كل المباريات دي وخسران مباراه واحده فقط قدام تونس وديه، اظن ان احنا عندنا اثنين مدربين كويسين. اتمنى بقى من اتحاد الكوره تقديم دعم كامل ليهم، ما ينفعش اتحاد الكوره ما يقدمش كل ما في وسعه للفرقتين. احنا شايفين دلوقتي لما بتنظم معسكر كويس انت بتلاقي الاعلام بيشيد بيك اتحاد كوره، صحيح. فلابد ان يكون المعسكرات ماشيه بنفس المنوال ده فاروق. طيب صحيح. كلام محترم جدا. انا عندي بقى سؤال، والسؤال ده يعني بقالنا تقريبا كام يوم بنتكلم فيه، وبرضو انت فكرتني بيه برضو استاذ محمد من كلامك لما بتقول ميكالي هو كان الامثل لقياده منتخب بلدك. الجمله حلوه لكن في نفس الوقت عندها طابع كده حزين شويه. ليه بقى؟ لان انا كان نفسي نسمع عن يعني مدير فني مصري وتقول ان الفلان المصري المحلي ده هو الامثل لقياده منتخب بلدك. طبعا دي حاجه البعض مننا ممكن يقول لك لا ليست الخطوه الامثل حاليا، والبعض التاني يقول لك ما هو لو مش دلوقتي امتى، وايه اللي ينقصني، وهو احنا ليه دايما بنبص للخبرات الاجنبيه؟ طب هل احنا ما عندناش حد من ابنائنا يقدر ان هو يقود منتخب اولمبي؟ لا احنا عندنا اسماء كتيره جدا، انا مش عايزه اقعد اذكر اسماء لكن حضرتك اكيد على علم ان كان عندنا كوادر، لكن ليه بينقصنا الثقه في المدرب او المدير الفني المصري سواء على المنتخب الاول او المنتخب الاولمبي؟ استاذ محمد خلينا نعرف من حضرتك. بص سؤال جميل جدا، بس انا عايز اقول لحضرتك اكيد انت شفت الفتره اللي فاتت، يمكن
حته الاثنين مدربين اللي تولوا منتخب مصر الاول وتولوا في ظروف صعبه، وكانت الظروف وقتها كمان في التنظيم بتاعت اتحاد الكره المصري بالنسبه للماتشات وبالنسبه لكل حاجه كانت امور صعبه، هو كابتن حسام البدري ثم الكابتن ايهاب جلال، يمكن الاثنين حكموا على تجربه فشل كبير جدا، خاصه ان ما كانش في الاستعداد الجيد، وكان حتى كمدرب مصر ما ظهرش بالصوره المميزه، فاصبح دلوقتي في المنتخب الاول لزاما ان كان يكون مدير فني اجنبي يقدر بقى يشيل الضغوطات ويقدر هو يشتغل بشكل كويس. يمكن بالنسبه للاولمبي انا قلت لك هو اتعرض على اثنين مدربين قبل ما يكون موجود ميكالي، لكن المدرب المصري وقتها فكر ان لا انا ايه اللي وديني منتخب اولمبي، منتخب لسه مش متشاف، منتخب لسه مش متكون، مش معروف افضل لعيبته، الجيل ده مش افضل حاجه، كل الكلام ده كان بيتقال، فطبعا انت بتضيع فرصه، بجانب طبعا خلينا متفقين ان احنا عندنا مدربين كويسين جدا في مصر، ولكن مدربين مصريين محتاجين فرصه حقيقيه في انديتهم ان هم ياخدوا فرصه، محتاجين ده، يعني انا لما اشوف دلوقتي مدربين صغيرين في السن بياخدوا فرص في الدوري المصري وظاهرين بشكل كويس، ممكن اقول لك كتير حتى بياخدوا فرصه وبيظهروا بشكل كويس، ولكن ما ينفعش ان مدرب مصري لسه بياخد فرصه في اول ماتشين ثلاثه يحصل تعثر بتمشيه، فانت كده كنادي بتقضي حتى على اسمه وبتقضي على شكله، بتقضي ان هو ما يبقاش مرشح لتدريب منتخبات. انا بشوف هي واضح انها ثقافه يا استاذ محمد ان هي لا تحدث فقط على مستوى الانديه، تحدث على مستوى المنتخبات. ما هو كابتن ايهاب جلال يعني التطوير كمان مهم، ما ينفعش ان انا ما يبقاش عندي الدورات لمده سنين ولسه راجع السنه اللي فاتت، اعتقد ده كانت برضه دي نقطه طبعا. وبعدين القصه كلها ان الموضوع مش متوقف على نجاح هذا المدرب او المدير الفني المحلي فقط، هي للاسف العوامل اللي حواليه هي اللي بتؤثر. اولا انا ما بديهوش نفس الامان اللي انا بديه للمدير الفني الاجنبي، انا بحسسه طبعا. اكبر مثال او مثال حي ما حدث مع كابتن ايهاب جلال اللي كلنا رفضناه، تتفق او تختلف مع الاداء، بس ده لا يمكن يكون اتيتيود ابدا، يعني ده كان شيء مستحيل يكون خطه بالظبط. انا لازم ادي الامان، ما هنا لازم ادي الامان، لازم اعمل عقد، لازم ادي الثقه، لازم احمي هذا المدير الفني في حاجات كتيره، عشان في الاخر اجي اقول اصل هي تجربه ناجحه او فشل، لكن ارميه كده في النار زي ما بيتقال علينا اقول اصل تجربه فشلت، لا هي ما فشلتش على فكره عشان هو غير جيد او غير كفء، هي فشلت لان كل حاجه حواليه ما كانتش اصلا بتستقبله، فهي دي البوينت للاسف. وبعدين العوامل اللي انت حضرتك قلت عليها انا بتفق معاك جدا جدا فيها، والامان ولازم تعاقد ولازم حتى الحريه الكامله باختيار جهاز فني، ما ينفعش ان انا اكون شايف لا ان الجهاز الفني ممكن يكون معاك كذا او معاك كذا. انا شايف ان لازم كان حاجات كتير جدا تتغير، ولكن انا بشوف يمكن دايما حتى المنتخبات الوطنيه يمكن موجود بطريقه ميكالي، انا بشوف حتى ودي معلومه يعني مؤكده ان حتى بعد ما يخلص التزامات ميكالي هيكون برضو موجود في مصر في منصب جديد في الكره المصريه، هم شايفين ان هو ممكن يفيد بخبراته المنتخبات الوطنيه الصغيرين. انا شفت حتى قرار اللي فات بتاع منتخب 2005 ان هم جابوا مدرب مصر هو الياس شيتوس، بعد طبعا نجاحات مع كابتن شوقي غريب، بعد كده حتى مع ميكالي، يمكن بعدها كمان في منتخب 2008 هيبقى موجود الكابتن احمد الكاس، المنتخبين اللي بيتكونوا 2007 و2009 برضو مدربين مصريين هيبقوا بعد سنه او سنتين كل ده تحت اشراف فيتوريو ميكالي، فانا بشوف ان هو ده شيء مش وحش، يمكن في مدربين مصريين موجودين في الصوره، لكن انا دايما بتفق على حته ان لازم مدربين مصريين سنهم صغير، السن الصغير مش 55 سنه ولا 50 سنه، انا عايز اشوف مدربين مصريين. احنا السن الصغير عندنا يعني مختلف عن العالم، لسه شباب يبقى من 55 ل 60. ايوه بالظبط كده، احنا محتاجين مدرب مصري يكون احنا شايفين في اثنين او ثلاثه ان هم ياخدوا فرص. انا ببص حتى على دوري المحترفين دلوقتي، لا عند اللي هو في الدرجه الثانيه، عندنا مدربين كويسين جدا وصغيرين في السن وماسكين فرق وبيحققوا نجاحات، لازم دلوقتي ياخدوا فرصهم، مش شرط ان ياخد فرصه كمدير فني مره واحده، ممكن ياخد مدرب مساعد، ممكن بعدها مدرب عام وياخد الطريق بشكل كامل وينجح، لكن احنا قصه المدرب المصري ومحتاجه تطوير بشكل كبير، محتاجه ان الدورات تعتمد بشكل قوي من الكاف، محتاجه تعتمد بشكل قوي من الاتحاد الدولي، بحيث ان انا اصفر مدربين واجيب مدربين ياخدوا طبعا دورات تدريبيه خارج مصر كمان، ويقدروا ياخدوا كل الرخص عشان يقدروا يدربوا. ما ينفعش ان احنا كان عندنا لحد من سنه كابتن زي كابتن علي ماهر مدرب كبير في الدوري المصري ما بيقعدش على دكه البدلاء في ماتشات الدوري ابطال افريقيا او كاس الكونفدراليه بسبب الدورات. فاحنا محتاجين فعلا الفترة الجاية تطوير في قصة المدربين وفي إدارة المدربين في اتحاد الكورة، وإن شاء الله كل التوفيق لهم بإذن الله. بإذن الله. احنا بنشكرك طبعا يا استاذ محمد، ويعني كل التوفيق طبعا للمنتخب الاولمبي او المنتخب المصري الاول. احنا لما بنتكلم كلنا بنتكلم علشان الصالح العام للكره المصريه، لان الكره المصريه هي رائده في القاره الافريقيه في الشرق الاوسط، فكلنا دايما بنتكلم على يعني عايزين الصوره والشكل اللي يليق دايما بالكره المصريه،
نتمنى طبعا التوفيق لمنتخبنا خلال الفترة القادمة، سواء المنتخب الأول أو المنتخب الأولمبي. يعني خلينا بقى نروح، وأنا هنا عايز أقف يعني على الخبر اللي جاي، لأن أعظم حاجة أنت ممكن تحسها وأنت قاعد في المكان ده وأنت بتتكلم مع الجمهور أو بتتكلم مع المشاهدين، انك تحس ان انت تكون سبب قضيه وكان ليها مردود كويس جدا والسبق كان ليك. يعني عشان كده انا بحيي نهواندي، لان هي كان ليها السبق في هذا الامر الخاص بادراج الاسكواش في الالعاب الاولمبيه، وامبارح انفردت بهذا الخبر. هي دي بتبقى اعظم احساس وانت قاعد هنا في المكان ده. يعني انا بكلم مع حضراتكم بكلام من القلب بالصدق. يعني امبارح كلنا كنا متابعين معاكم على الهواء. انا نهواندي الاول بحييكي امبارح على هذا السبق، لان احنا انت بتتكلمي علشان عندك فرحه ان احنا خلاص هنضمن ميداليه اولمبيه لمصر ان شاء الله. اولا بشكرك يا فاروق جدا والله بجد على كلامك، وكلنا في الاول في الاخر بيبقى الواحد عينه على فعلا بعض الامور المهمه. سكواش اتكلمنا فيها قبل كده، ان انت من الرياضات اللي انت مهيمن عليها، يمكن عندك 5 لاعبين من التوب 10 في العالم، 5، ف5 مصريين من التوب 10 ده رقم كبير جدا، ما هياش حاجه قليله. فوانس ان هي تدخل او تدرج في الالعاب الاولمبيه طبعا دي حاجه مكسب لينا، على الاقل انت رايح ضامن ميداليه او 2 يعني ان شاء الله. فنتمنى ذلك، رغم امبارح هقول لك بعض ردود الافعال السلبيه، بس بعد ما تخلص يعني لازم يبقى في كده، عارف، ناس يا ربي. طبعا احنا هنا في برنامج 10 الصبح في الاهلي كنا اول برنامج بينقل خبر ادراج الاسكواش في اولمبياد لوس انجلوس 2028، وطبعا احنا بكده ضمننا ميداليه اولمبيه في لوس انجلوس، لان مصر متصدره ومستحوذه على التصنيف الدولي للعبه. كان في تصريحات مهمه لعاصم خليفه رئيس الاتحاد المصري للاسكواش، ان ادراج اللعبه في الاولمبياد ضمن 5 رياضات جديدة أضيفت لبرنامج الألعاب في 2028 قرار مهم جدا لمستقبل اللعبة اللي أصبح في أمان. الآن مصر تسيطر على اللعبة عالميا في كافة المستويات، لكن المرحلة الماضية نقول صفحة واتقفلت خلاص. المرحلة المقبلة مختلفة تماما، صعبة للغاية، محتاجة مجهود كبير جدا من كل فرد، محتاجة مجهود كبير مننا للحفاظ على الهيمنة العالمية. وإن شاء الله ننتظر إن شاء الله ميدالية للعبة الاسكواش المصرية، ميدالية أو 2 أو 3 إن شاء الله يا نهواندي. أنا أتمنى ذلك. وردود الأفعال امبارح بقى كمان لو تشوفها على هذا الخبر، الحمد لله طبعا زي ما فاروق قال لحضراتكم، يمكن الخبر نزل وإحنا على الهواء، يعني الخبر نزل وإحنا على الهواء إن اللجنة الأولمبية بتدرس أو هتصدر القرار اللي كان امبارح، اللي هو اليوم يعني كان على امبارح، قلنا الكلام ده وبعد وقلنا الخبر بعد قبل ما الهواء يخلص كان القرار نزل. فيعني احنا طبعا كنا سعداء ان احنا كنا فعلا من اوائل الناس اللي اتكلمت في هذا الامر، وكمان اعلنا لحضراتكم الخبر الحلو كمان بادراجه بشكل رسمي طبعا للعبه السكواش. امبارح بقى لو تابعتوا او لو تابعت يا فاروق كمان ردود الافعال عن الخبر ده، ناس طبعا مهتمه بالملف ده، يعني ناس كتيره جدا طبعا سعيده، ناس تانية كانت بتتكلم من زاويه اخرى بقى، قالت لك ايه؟ قالت لك طيب خلونا نرجع لورا شويه، ما التايكوندو كان من الالعاب اللي مصر مهتمين عليه بشكل كبير، بعد لما تم ادراجه في الاولمبياد مصر عملت ايه؟ انت اصلا ما وصلتش يعني نصف النهائي وحاجات زي كده. فبص يعني انا مش هرد قوي على الطاقه السلبيه دي لكن طبعا انا مش من المدرسه دي، انا مش من المدرسه السلبيه بصراحه، انا من المدرسه ايجابيه جدا. وحتى ان كان في اخطاء او حتى زي ما بيتقال كده سابقه في هذا الموضوع لرياضه اخرى، انا ما يهمنيش. انا قصتي كلها ان انت بجد لما بتتكلم ان انت مصر هذه الرياضه منفرد فيها وما تعرفش سببها ايه، يعني سكواش مش من الالعاب اللي رجع مثلا للفراعنه او غيره، لا في العاب كتيره كان بدايتها مع كمان الفراعنه لكن مش السكواش منهم، لكن هذه الرياضه انت مهيمن فيها بشكل كبير من زمان، يعني يمكن من قبل كمان احمد براده الاسم اللي كنا واحنا صغيرين بنسمعه، كنا كلنا نفسنا نبقى ابطال عشان احمد براده كان قدوه لينا وقتها. بس انت يمكن عشان اللعبه دي كانت واخده اهتمام الى حد كبير برضو وقتها من الدوله، ما اعرفش. بس السكواش حاليا الوضع الحالي ان انت مهيمن فيها عالميا على مستوى النساء والرجال، فده مش موجود في اي دوله تانية. فانا اتمنى ان شاء الله ان ده يترجم بميداليات في الاولمبياد القادمه لوس انجلوس 2028، عندنا ثقه كبيره ما فيش حاجه تمنعنا. انت مقارنه بابطال العالم التانيين انت في حته لوحدك، عندك اعداد كبيره جدا كمان مقارنه بالعالم كله. فانا متفائله بغض النظر عن الحته المتشائمه، بس فعلا خبر حلو زي ما قلنا، ده ضمنت على الاقل ميداليه ذهبيه يعني بإذن الله.
لا باذن الله. اه بالظبط. فتعالى بقى نروح للملف اللي انت قلت او نوهت عنه كمان في بدايه الحلقه. هنتكلم عن اعلان اللجنه البارالمبيه المصريه برئاسه هنا الدكتور حسام الدين مصطفى عن مشاركه 17 دوله ببطوله كاس العالم لرفع الاثقال البارالمبي واللي هتستضيفها مصر. اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده في ان الفتره من 3 ل 5 نوفمبر المقبل، وكمان المفروض هيشارك في البطوله دي 89 لاعب ولاعبه من 17 دوله. طبعا حاجه كبيره جدا، يعني خلينا نقول محفل دولي هيكون على مستوى كبير. اكيد هيكون عندك اعلام وتغطيه اعلاميه وصحفيه برضو من اماكن كتيره جدا، وده اعتقد امر مهم. وكمان هيقام التصنيف الدولي للاعبين قبل البطوله، هيكون وقتها بيومين. والبطوله دي ليه هتتكلم ان هي مهمه؟ لا، هي بطوله مهمه جدا لان هي احد البطولات اللي المفروض بتساهم في التصنيف العالمي المؤهل لدوره الالعاب البارالمبيه باريس 2024. فهي يعني بطوله في غايه الاهميه ان صح التعبير. وطبعا احنا كمان مش محتاجين ان احنا نقول قد ايه ابطال الاثقال عندنا البارالمبي بيحققوا انجازات، ويمكن بجد ده مش مجامله بس اكتر بكتير من المستوى الاخر الاولمبي. عندك يعني انا مش عايز انسى حد، بس حسب ما انا فاكره طبعا عندنا فاطمه عمر وشريف عثمان اللي كمان جايبين ميداليات كانت متنوعه في طوكيو، ومنتظرين منهم باذن الله المزيد في باريس. فخبر حلو برضو، كل التوفيق ليهم. وابطالنا البارالمبيين كده كده مشرفينا، يعني بص لازم الحق يقال في هذا الملف. ابطال من ظروف فيها تحدي كبير جدا لابطال لا يعني تقهر الظروف، خلينا نقول بهذا الشكل. فعلا هم ابطال بيقهروا اي ظروف بيمروا بيها. فاحنا النهارده معانا كمان فقره حواريه، فهنسمع كمان كتير منهم. يعني هم بيتحدوا الظروف، لذلك النجاح بيبقى طعمه مختلف وشكله مختلف. احنا دايما بنتكلم على الامور كتير جدا، ويعني كل الالعاب مفيش بصراحه، يعني مفيش اي لعبه من الالعاب احنا بنسيبها او اي رياضه من الرياضات. كمان الاتحاد المصري للكيك بوكسنج اعلن عن المشاركه في 12 بطوله عربيه ودوليه وقاريه خلال الاشهر الثلاثه المتبقيه من العام الجاري 2023. طبعا ضمن خطه الاتحاد للاستمرار في تحقيق المراكز الاولى وتحسين ترتيب الفرق على مختلف المستويات. عايزين نستعرض مع حضراتكم ابرز واهم البطولات اللي هنشارك فيها. منتخب السامبو هيشارك في عدد من البطولات، من ضمنها بطوله العالم للشباب للسامبو في دوله قزاقستان، اللي هتكون يعني بطوله وورلد كومباكت طبعا لبطوله السامبو اللي هتقام خلال الفتره من 20 ل 22 اكتوبر الجاري في السعوديه، وبطوله العالم للسامبو للعموم خلال الفتره من 9 نوفمبر الى 12 نوفمبر المقبل في دوله ارمينيا. كمان هيخوض منتخب الكوارش في بطوله العالم للكوارش للعموم خلال الفتره من 26 الى 28 نوفمبر المقبل في دوله تركمانستان، ويستعد ايضا منتخب الكيك بوكسنج للمشاركه في بطوله العالم للكيك بوكسنج للعموم خلال الفتره من 17 ل 26 نوفمبر المقبل، ثم بطوله العرب للتايكونجوستو خلال الفتره من 4 الى 8 ديسمبر المقبل والتي تقام في مصر. كل التوفيق طبعا لرياضه البوكسنج. ويعني زي ما نقول ان احنا ما فيش رياضه من الرياضات ما بننوش عنها، ما بنديش ليها الصدى الاعلامي اللي قليل اللي بيتكلم عنها. بص السنوات الماضيه هتكلم بقى في 10 سنين يمكن ما كناش اصلا كاعلام صحيح. يعني بنسبة 90% تقريبا مهتم برياضات كتيرة جدا، وبالمناسبة كانت رياضات مصر محققة فيها يعني نتائج أعلى بكتير من الكورة ومن الحاجات المشهورة أو رياضات الشهيرة زي ما بيتقال عليها. بس فكرة دلوقتي الاهتمام اللي أصبح عند كمان المجتمع، الوعي اللي حصل صحيح. فبقى في اهتمام إعلامي برياضات كتيرة، ابتدت الناس تعرف حاجات أو تسمع عن رياضات. إيه ده، هو في رياضة أصلا اسمها كده؟ طب هي الرياضة دي مصر فعلا محققة فيها إنجازات كده؟ ما كناش نعرف، يعني ما كانش في تسليط للضوء فعلا على الرياضات دي وعلى الابطال دول ابدا. وده كان حاجه على فكره سلبيه جدا وقتها، كانت حاجه سلبيه. لما تيجي تتكلم عن بطل مثلا في لعبه ما يقول لك انا ما حدش كان اصلا يعرف عني اي حاجه، وان انا بطل مصر في هذه اللعبه. انا مش عايزه اقول لعبه محدده عشان ما اديش مثال معين، بس يعني انا بتكلم في العموم. يقول لك انا بطل مصر في الرياضه دي وما حدش يعرفني وما فيش اعلام. بطل قرر كمان بالظبط. فالمشكله ان ما كانش في اهتمام. بس على كل حال برضو ما بحبش اركز قوي على اللي فات. دلوقتي لما ابتدى الاعلام والصحافه والدوله والناس تشوف وتركز اكتر، ابتدى يبقى في وعي اكبر، ابتدينا نعرف مين ابطالنا، ابتدينا نعرف مصر فين ومستواها ايه في كمان على مستوى الرياضه في العالم. في رياضات كتيره جدا بيطلق عليها شهيده، لكن انا ما بحبش المصطلح ده بصراحه. مش حاجه اسمها رياضه شهيده، يعني ما في حكايه، ما اعرفش جابوها منين دي. بس يعني لا، رياضه غير
غير شهيرة، خلينا نقول، أو مش واخدة حظها يعني من الاهتمام الإعلامي. هنتكلم بقى دلوقتي عن ملف مهم، وهو أو خلينا نقول مبادرة كنا سمعنا عنها، اللي هو مشروع البطل الأولمبي. وطبعا وزارة الشباب والرياضة كانت طرحته مش حديثا على فكرة، المشروع ده قديم يعني، لكن تم الاهتمام بيه والعمل عليه برضو بشكل مكثف مؤخرا. عايزين نعرف إحنا دلوقتي يعني واصلين لفين، وعايزين كمان نتكلم عن المؤتمر اللي كان امبارح تحديدا بيتحدث أو بيعلن عن تفاصيل المشروع الخاص بالبطل الأولمبي وإعداد الأبطال دول بإذن الله إن هم يشرفونا في الأولمبيات المختلفة. خلينا نتابع ونرجع. النهارده طبعا بأشرف بوجود هذه الكوكبه الكبيره جدا لمشروع كبير، مشروع الاصل بتاعه هو الجينوم المصري اللي بيرعى من خلال اكاديميه البحث العلمي ومركز الطب التجديدي بالقوات المسلحه وبرعايه كريمه من فخامه الرئيس. احنا جزء منه الحمد لله لدراستنا، وهو دراسه الجينوم الرياضي المصري. الجينوم الرياضي المصري هي فكره الجينات ومحتوى الحاجة بنسميها الكروموزومات، اللي هي التركيبة الجينية، إن في كروموزومات ليها جزء يخص القوة بس، في جينات وكروموزومات تخص السرعة بس، في كروموزومات وجينات أو داخل الجينات تخص مثلا التحمل. كل ده بينعكس على طبيعة كل رياضة. طيب الأبطال الرياضيين اللي موجودين، احنا عندنا تفوق في بعض الرياضات اللي هي مرتبطة بالقوة، يعني رفع الأثقال الحمد لله، المصارعة، الحاجات اللي فيها عنصر القوة زيادة شوية، وباقي الألعاب اللي فيها كمان طفرات جينية. طفرات جينية بمعنى ايه؟ طفرة لرياضي أو رياضية في الرياضة دي، حتى لو القاعدة العامة لسه مفيش تفوق عام. احنا دي كلها حاجات هتبقى محك على الأرض ان احنا نشوف التفوق ده ايه عناصره الجينيه، علشان البرامج القوميه زي المشروع القومي للموهبه الناشئين لما بننتقي ننتقي على اساس ان ايه هي التركيبه الجينيه زي ما قلت في الداخل كده. هي صراحه حاجه كويسه جدا ان الرياضه في مصر اتطورت بالشكل دوت. هم بيسعوا ان هم يوصلوا للعيبه بتاعتهم او اللعيبه الدوليين، سواء لسه صغيرين اللي ما ظهروش او هيظهروا. دي حاجه كويسه ان هم بيفكروا في قدام. الواحد بيتشجع جدا دلوقتي ان هو يشوف حاجه زي كده في الرياضه المصريه، ما كانتش موجوده. طبعا واحد مبسوط قوي قوي الصراحه ان انا يعني بقالي مثلا 10 سنين بلعب الرياضه دي، الاقي تطور في الرياضه بالمنظر ده، لا حاجه جامده جدا، حاجه مشرفه جدا يعني. هو المشروع بيعد انطلاقه جديده وانتصار جديد من انتصارات اكتوبر المجيده. بعد 50 سنه طلعنا بمشروع الانتخاب الجيني للأبطال الرياضيين اللي بيعد سابق علمي الأول من نوعه في جمهورية مصر العربية، اللي بتخطو خطى عالمية باستخدام الأمثلة أو النماذج العمل العالمية. المشروع ببساطة جديدة جاء الفكرة مقتبسة من المشروع الجينوم المصري، إن احنا عندنا الداتابيز أو البيانات الخاصة بالمشروع الجينوم المصري. طبعا المشروع الجينوم المصري برعاية سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وبدعم مركز الطب التجديدي في القوات المسلحة، فبالتالي المشروع ده لقى قبول من القيادات السياسية أو القيادات السياسية بصفة عامة، وبالتالي بقت الفكرة بتاعت كيفية اختيار البطل باستخدام التكنولوجيا الحيوية. مشروع هيبقى قوي، احنا طبقنا منه حاجات كتيرة جدا، وانا مسؤول مدير فني في اتحاد الكورة ايام مستر كوبر، رحنا كاس عالم. ده بيبين باختصار عشان الناس تبقى فاهمة، المدربين بيبين ان اللعبة دي تتمرن ازاي، اللعبة دي تاكل ازاي، يعني حسب التحليل الجيني اللي هو بيتعمل، فبيبين حتى التمارين، يعني في عندنا في البدني السرعه والرشاقه والمرونه والحاجات دي، يعني من لاعب للاعب ممكن يعمل السرعه بشده معينه بطريقه معينه باسلوب معين. فالموضوع موضوع كبير جدا، وموضوع هيفرق معانا كتير قوي، واحنا طبقنا ده الحمد لله، اللي هو كان المناخ مناسب لبدء هذا المشروع بدعم بس من قياده فخامه الرئيس واتباعا وزير الشباب والرياضة. هو عنده منهجية علمية بحثية
معتمد على وجود الدكتور كمان درويش رئيس اللجنة للماء. لما طرحت اني انسق معاهم في المشروع ده ما تاخرش، وكان كل الدعم منه. تم التواصل مع مدير مركز طب التجديد اللي هو خالد عامر، والتنسيق مع جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا. هو اساسا انا بشوف اني انا معيد في جامعة كلية التكنولوجيا الحيوية، فكان التنسيق شبه سلس. يعني من الامور المهمه جدا في اي بادره او اي مشروع هو تكاتف مؤسسات الدوله. يعني كلنا شايفين التقرير وشفنا الصور والفيديو، تكاتف كل مؤسسات الدوله لانجاح هذا المشروع والقامات اللي اتحدثت. والدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه هو ده اللي دايما بننشده، هو دايما اللي يعني الصوره اللي بتبقى في اجمل وابهى صوره طبعا هي تكاتف كل مؤسسات الدوله من اجل انجاح اي مشروع يتعلق باي منظومه مصريه وخاصه الرياضه المصريه. نروح بحضراتكم اكيد مرة كمان أنا وفاروق، وخلينا بس نتابع أخبار النادي الأهلي والفرق المختلفة زي ما احنا متعودين يوميا. أكون معنا النهاردة روزان نصر من مقر النادي الأهلي بالجزيرة. روزان صباح الخير، صباح الهنا عليكي، واحكي لنا أولا طبعا عن الأجواء عندك في النادي وآخر الأخبار اللي أنت محضراها، وطبعا كمان حالة الطقس. لو بس أنا مش عارفة ليه حاسة إن الجو حر، جو حر من المشهد اللي احنا شايفينه. اتفضلي يا روزان. في البداية طبعا بصبح عليك أنا هوند، وصباح الخير يا فاروق، وصباح الخير على كل مشاهدينا مشاهدين قناة النادي الأهلي في كل مكان من داخل مقر النادي الأهلي فرع الجزيرة، متواجدة معاكم لنقل طبعا آخر الأخبار. والحقيقة كل الأخبار النهاردة متعلقة بالفريق الأول، ولكن قبل ما أدخل في الأخبار اللي معايا خليني طبعا أطمنك على الأجواء المتواجدة هنا في الفرع يا هوند. زي ما طلبتي يعني يمكن هو الجو مش حر خالص، بس أنا بالنسبة لي كده الجو معتدل، ولكن في طبعا نسبة مش قليلة ابدا من الاعضاء متواجده هنا يمكن من الساعات الاولى من افتتاح النادي، والكل متواجد هنا طبعا، يعني اللي بيفطر واللي بيشتغل على اللابتوب واللي يمكن كمان منتظر اولاده يخرجوا من المدارس. فالاجواء نقدر نقول ان في اجواء طبعا يعني متواجده بشكل كبير من قبل الاعضاء. خلينا بقى نروح لاخبار الفريق الاول النهارده. خلاص يعني امبارح طبعا واصل تدريباته على ملعب مختار التتش هنا بالجزيره استعدادا للسفر طبعا لتنزانيا لمواجهه فريق سيمبا المقرر لها طبعا يوم الجمعة القادم في ذهاب دور الثمانية من بطولة الدوري الإفريقي. وعقد طبعا مارسيل كولر يعني مدير الفني للفريق محاضرة للاعبين قبل انطلاق الميران لمناقشة عدد من الجوانب الخططية الخاصة بالاستعداد طبعا الكامل للمباراة. كمان يعني خاض اللاعبون تدريبات بدنية في الجيم وفقا طبعا للبرنامج الذي وضعه الجهاز الفني قبل أن يستكمل جميع فقرات الميران. كمان قاد ميشيل يانكم مدرب الحراس ميران قوي جدا بمشاركة مصطفى شوبير، مصطفى مخلوف وثنائي الشباب طارق حسن وعمر كامل. خلينا بقى نطمن يعني المشاهدين سريعا كده على اللاعبين. يعني كريم فؤاد لاعب الفريق واصل تنفيذ فقرات برنامج التأهيل والعلاج الطبيعي الذي بيؤديه طبعا على هامش ميران الفريق. اما بالنسبه ايضا لندفيد ورامي ربيعه وصلاح محسن فشهد طبعا انتظام الثلاثي في التدريبات الجماعيه بشكل طبيعي. كمان يعني وصل ديانج للقاهره خلال الساعات الماضيه بعد اداء طبعا مباراه منتخب بلاده امام السعوديه ضمن الاجنده الدوليه، وانتظم ايضا في ميران الفريق. أما بقى عن عمرو السولية ومحمود متولي فيؤديان مرحلة جديدة من برنامج العلاج الطبيعي المخصص طبعا ليهم. ودكتور الفريق أوضح يعني أن السولية ومتولي خضعا لقياسات بدنية وعضلية خلال الساعات الماضية، وفي طبعا تحسن كبير جدا في حالتهم، وخلاص يعني قريبا جدا ينضموا إلى التدريبات الجماعية بشكل طبيعي جدا. الكابتن خالد بيبو مدير الكرة بالنادي يطير مساء اليوم لتنزانيا برفقة الكابتن سمير عدلي المدير الإداري ليسبقوا طبعا بعثة الفريق إلى العاصمة دار السلام. ويأتي طبعا هذا السفر من أجل إنهاء كافة التدريبات الخاصة بوصول البعثة والإجراءات طبعا المتعلقة بالإقامة والانتقالات وملعب التدريب قبل طبعا مواجهة سيمبا المرتقبة. اخيرا بقى الدكتور احمد جبلة طبيب الفريق يعني قال انه تم منح اللاعبين جرعه جديده من التطعيمات الخاصه بالملاريا استعدادا طبعا للسفر لتنزانيا. واوضح كمان ان اللاعبين والجهاز الفني والطبي والاداري وكافه اعضاء البعثه قد حصلوا على الجرعه الاولى من التطعيمات
من التطعيمات بعد طبعا مباراة الإسماعيلي الأخيرة في بطولة الدوري. وأشار كمان أن هناك ملف طبي عن الحالة الصحية لكل لاعب تم إعداده طبعا مسبقا لتسليمه للجنة المنظمة لبطولة طبعا الدوري الإفريقي. طبعا كل التوفيق أكيد للنادي الأهلي في مباراة تنزانيا القادمة، مباراة سيمبا طبعا التنزانيا القادمة. ودي كانت أبرز وأهم الأخبار اللي معايا من النادي الأهلي، بشكركم وعودة لكم مرة تانية. واحنا كمان بنشكر انت شفتي وراكي كان في ايه. بشكرك يا روزان، بشكرك على التغطيه من زميلتنا العزيزه روزان نصر. انا اتخضيت. يعني نهاوند برضو من ضمن الاخبار اللي استرسلتها روزان، بنشكر روزان. الخبر الخاص بعمر السوليه ومي محمود متولي، يعني اللي ممكن المستمع او المشاهد اللي يشوف هذا الخبر، خبر عادي اللي هو مجموعه من الفحوصات او دخلوا مرحله اخيره من مراحل التاهيل. خليني اقول وعايز اتكلم هنا بالتحديد على مجلس اداره النادي الاهلي اللي في الفتره الاخيره استقدم احدث الاجهزه من المانيا اللي بيساعد على التئام العضلات في مثل هذه الحالات، الحاله اللي يعني حاله محمود متولي وعمرو السوليه. خلينا اقول لكم ان كان اول لاعب يعني تم يعني استخدام هذا الجهاز معاه في حالته كانت اصابه علي معلول خلال الفتره الماضيه. ده يعني الدور المهم جدا لمجلس اداره النادي الاهلي ممثل في الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الاداره وكافه اعضاء النادي الاهلي في توفير كل الاحتياجات الطبيه الخاصه بفريق النادي الاهلي اللي كلنا لامسين هذا الامر على مدار الفتره الماضيه. ليه انعكاساته كمان على الملاعب بشكل كبير. صحيح. وكمان فكره يعني الدكتور التغذيه وكمان الطاقم الطبي وفكره كمان مدرب الاحمال، كل دي امور بتساعد او ليها مردود بيبقى افضل بكتير، واوريدي شفناه على الملاعب. ف أكيد بنتمنى عودة كل اللعيبة بتاعتنا من الإصابات، وهنطمن حضراتكم، نطمن حضراتكم أكيد كل يوم، لكن إن شاء الله إمام عاشور يكون متواجد بإذن كبير، لأن تم تأكيد يعني إن حالته دلوقتي مستقرة بشكل كبير، وإنه طبعا هيكون بإذن الله مع يعني الفريق في البعثة. ف يعني أخبار أعتقد جيدة، وكمان الأيام اللي جاية هنأكد أكتر على السادة المتابعين. خلونا دلوقتي نروح نتعرف على أكثر 10 لاعبين تسجيلا للنقاط في تاريخ دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين الـ NBA من خلال الفيديو التالي طبعا، ويعني خلال الفيديو اللي جاي. يا صباح الخير على كل جماهير واعضاء النادي الاهلي في كل مكان. صباح الخير يا كريم، صباح الخير يا نهاوند. النهارده من جيم رجال النادي الاهلي بالجزيره هنتكلم عن تمرين من اهم تمارين الجيم، وهو تمرين الديد ليفت. الديد ليفت بيلخبط ناس كتير، هل هو بيشغل ظهر، هل هو بيشغل رجل، العبه امتى، بيستهدف انهي عضلات، كل ده هنجاوب عليه النهارده في حلقتنا وهنعرف كل حاجه. الديد ليفت فيه اكتر من نوع. النهارده هنتكلم عن النهارده هنتكلم عن الانواع الرئيسيه في تمرين الديد ليفت، ومعانا اول نوع وهو الكونفنشنال ديد ليفت. ببدا انزل كده اهو، البار بيبقى فوق مشط رجلي، وابدا امسك بتسع كتفي وابدا اطلع 2 3 4 5 وببدا اريح البار. الكونفنشنال ديد ليفت تمرين من اقوى تمارين الديد ليفت، وهو بيستهدف معانا الجلوتس،
الهامسترينج اللور باك والترابيزيز. ولو جينا نتكلم في حته ان هو بنستخدمه يوم الظهر او اوظفه يوم الرجل، فهو الكونفنجرال من التمارين الوحيده اللي هو ممكن استهدفه واوظفه يوم الظهر. باقي التمارين كلها والانواع اللي جايه هتكون يوم الرجل. تاني نوع معانا هو الرومانيان ديد ليفت. ببدا انزل على البار، البار ما بيبعدش عن مشط رجلي، وببدا امسك البار وافرد صدري واطلع، بنزل لنص قصبة رجلي، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة. أهم حاجة النفس وأنا بعمل التمرين، باخد النفس في الحركة السلبية وأنا وطالع في الحركة الإيجابية بخرج النفس وبخرج الزفير من بقي. تمرين الرومانيان ديد ليفت بيشغل معايا هامسترينج وجلوتس واللور باك شغال طبعا. هندخل بعد كده على السومو ديد ليفت. السومو ديد ليفت بيبقى رجلي مفتوحة أوسع من عرض كتفي وبيبقى القبضة من جوه. ببدأ أنزل و واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، وأبدأ أحط البار بشويش وأظبط نفسي وأنا بتمرن. زي ما قلنا باخد النفس في الحركة السلبية وبخرج الزفير في الحركة الإيجابية. كده خدنا ثلاث أنواع ديد ليفت. أول واحد الكونفنشنال وقلنا ده بيشتغل يوم الظهر، وخدنا بعد كده الرومانيان ديد ليفت وقلنا ده بيشتغل يوم الرجل، وتمرين قوي جدا للهامسترينج والجلوتس واللور باك. والشكل الثالث كان السومو ديد ليفت وده تمرين قوي للادكتورز والكوادرسيبس. اخر تمرين هيكون معانا النهارده وهو الستيف ديد ليفت. الستيف ديد ليفت تمرين قوي جدا من تمارين الديد ليفت، وهو بيكون الفرق بين الرومانيان والستيف ان ركبتي بتكون مفروده تماما، بيبقى فيها تانية بسيطة خالص غير ملحوظة عشان بس السيفتي مش أكتر. هبدأ أنزل أسحب البار، رجلي باتساع كتفي وإيدي جنب جسمي على طول جنب رجلي، وأبدأ أسحب وأنا نازل. أهو ركبتي مفرودة، أربعة، خمسة، كده خلصنا. ناخد نفس. كده عرفنا تمرين الديد ليفت بيشتغل يوم الظهر ولا يوم الرجل، وبكده نكون خلصت فقرتنا النهارده. اشوفكم في يوم جديد وصباح جديد من قناه النادي الاهلي. صباح الفل. رجعنا لحضراتكم مره ثانيه، ويعني اولى الفقرات الحواريه، ومن وقت ما بدانا برنامجنا واحنا ملف رياضات ذوي الهمم حاضر معانا بصفه دايمه، خاصه رياضات قصار القامه. صدفنا كتير جدا طبعا من يعني الشخصيات والقامات اللي اتكلموا وكانوا موجودين معانا، واتكلمنا معاهم عن الملف رياضات قصار القامه والتحديات والانجازات اللي بيحققوها. اخيرا بقى ليهم اتحاد رياضي هنتكلم عنه وعن خطتهم الفتره اللي جايه مع ضيفنا وكابتننا اللي مشرفنا النهارده كابتن علي شعبان رئيس الاتحاد المصري لرياضات قصار القامه. كابتن علي مشرفنا ونورنا في 10 الصبح الاهلي، ومشرفنا لو نهوان النهارده. صباح الهنا كابتن علي. كابتن علي خليني اروح مع حضرتك بدايه انا وفاروق ونتكلم عن تاسيس الاتحاد وازاي الاتحاد ده ممكن يخدم يعني ابطالنا دول، لان زي ما بنتكلم هم ابطال من نوع خاص وبيواجهوا تحديات مختلفه، ولكن رغم كل ده بيجيبوا لنا ميداليات ويشرفونا بجد في محافل دوليه كتيره جدا. اولا صباح السعاده، أنا طبعا سعيد بوجودي معاكم أستاذ نهاوند وأستاذ فاروق. طبعا هي الفكرة مش اتحاد مؤخرا، هو كان حلم اتولد من 2017، اشتغلنا عليه، أمنا بحلمنا، الحمد لله. على مدار الخمس سنوات الماضية الحلم بقى حقيقة، بقى واقع أولا بفضل الله عز وجل، ثم مجهود شغل بقى كتير وناس كتيرة كانت داعمة ودولة ووزارة الشباب والرياضة ولجنة برلمانية. هي الحلم بدأ، هي مبادرة اسكندراني في الأول بحكم إن أنا من اسكندرية، ويمكن أغلبية قصار القامة في اسكندرية، بس إن في جمعية هناك، وأنا رئيس إحدى مؤسسات المجتمع المدني. فجالي الكابتن أحمد عبد الرازق
وكابتن ميزو هم كابتن منتخب دلوقتي، وقال لي احنا عايزين نعمل حاجه، احنا عايزين نبقى موجودين على الارض بس عايزين نعمل حاجه مختلفه. احنا موجودين ولينا دور، وزي ما احنا لينا واجبات زي ما لينا وعلينا واجبات. كان وقتها بقى العصر الذهبي او السنه الذهبيه زي ما بيقولوا 2018، احنا بدانا في اخر 2017، لكن بدانا حلمنا الفعلي عندما ادرك فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي بكن له كل التقدير والاحترام لرعايه قانون 10/2018 لذوي الهمم او ذوي الاعاقه، يعني خلينا نتكلم بقى مصطلحات علميه، كاشخاص ذوي اعاقه، وتم ادراج الاقزام ضمن قانون 10/2018 كاعاقه حركيه. ده كان الدافع لينا وكان الطاقه الايجابيه والباور ان احنا نبدا نقول ان احنا موجودين وان احنا هنشارك. فكرنا في فكره جديده ان احنا نشتغل بره الصندوق. قلت لهم طب تعالوا، احنا قعدنا ومعنا خمسه فهتعمل ايه بيهم يعني؟ قلت لهم طب تعالوا الاول نجمع اخواتنا من قصار القامه على مستوى الجمهوريه ونشوف حلمهم ايه، ورزق ورزقكم على الله. ودي كانت البدايه. الحمد لله ربنا اكرمنا. طبعا بدات ان انا على صفحات التواصل الاجتماعي اي حد من غير الاول اقزام، احنا اللي غيرنا الكلمه مع معالي وزير الشباب والرياضه ومع اللجنه البرلمانيه كمصطلح دارج، لكن قانونا هم دوارف يعني، ده القانون بيقول كده، سواء صحه عالميه، سبورت، لجنه برلمانيه دوليه، اتحاد ارجنتيني، اتحاد انجليزي، هي دوارف. فبدا الحلم الحمد لله. بدانا باول مهرجان عالمي لتنشيط السياحه كان في شرم الشيخ برعايه وزير الشباب والرياضه مع الوزير الانسان الدكتور اشرف صبحي والاب الروحي معالي اللواء خالد فوده، وده كان اول مهرجان لينا ان احنا نتواجد بشكل سياحي رياضي في مدينه شرم الشيخ. الحمد لله طبعا بفضل الله المهرجان لقى قبول عظيم، وان كان اول فئه تخش شرم الشيخ وتشتغل سياحة وتشتغل رياضة ونسيب خمسة يشتغلوا واحنا راجعين. فدي كانت الميزة ان معالي اللواء خالد فودة فنادق شرم الشيخ كانت مبهورة بالحدث، قال لك لا احنا عايزين مجموعة منهم يبقوا شرف لينا لما موجود معنا في فنادقنا. والحمد لله دي كانت ميزة ان انت النهاردة ربنا جعلك سبب ان انت فتحت باب عمل لشريحة ما كانتش موجودة. بدأنا نشتغل على نفسينا، التواصل زاد الحمد لله، توالت المهرجانات على مدار 4 سنوات 2019/20/22. الحمد لله تواصلت مع الدول العربية، قلت لهم اي حد عنده قصار قامة في اي دولة عربية احنا بنمد ايدينا. الحمد لله ربنا اكرمني، شاركت في تأسيس منتخب الاردن ومنتخب العراق ومنتخب سوريا، منتخب لبنان، منتخب فلسطين، وان شاء الله بنجهز دلوقتي منتخب الجزائر الى ان جاءت 2022. يعني دي قلنا بدايه ميلاد جديد رياضيا. تم عقد لقاء مع معالي الوزير الدكتور اشرف صبحي. يعني مهما اتكلمت عن الراجل دوت يعني مش هوفيه حقه عشان ما نقولش ان احنا بننافق، وان لا، هو الراجل ده تبنى فكره او تبنى حلم المجموعه مع محافظ جنوب سيناء ان احنا النهارده تعالوا انتم ولادنا انتم تستاهلوا. وانا كنت عامل له ملف محترم ان احنا هنعمل اول بطوله كاس عرب في مصر في شرم الشيخ. يعني شرم الشيخ ده كنت السعاده لينا يعني. بتلاقي كل الدعم، بتلاقي المحافظه كلها مسخره ليك. طبعا بعت لفخامه الرئيس ان انا اخد رعايه من المهرجان الثاني، والحمد لله على مدار 3 سنوات خدنا رعايه فخامه الرئيس للمهرجان. جبنا 8 منتخبات بما فيهم منتخب اسبانيا كمنتخب الضيف، ودي كانت اقوى بطوله اتعملت في الوطن العربي بفضل الله. طبعا جه الدكتور اشرف قال لي انتوا شغالين دولي مش شغالين محلي، ولازم يبقى لكم كيان. فتم التواصل مباشره مع اللجنه البرلمانيه المصريه اللي انا بكن لها كل الشكر طبعا، اللي هي اصبحت الان هي بيت قصار القامه في مصر او بيت الاقزام. اتواصل مع الدكتور حسام، مع الكابتن عماد، ومع موسى امل، مع مجلس الاداره كلهم عشان ما انساش حد. فطبعا هم رحبوا جدا وقالوا دول ولادنا واحنا اصلا بيت البرلمانيين في مصر. اللجنه البرلمانيه ده شغلهم. قالوا احنا عندنا قصار قامه في العاب مختلفه، لكن احنا هنتبنى كره القدم. بفضل الله تم تأسيس لجنة داخل اللجنة البرلمانية، وكان لي الشرف ان انا اكون رئيس لهذه اللجنة ومعايا 5 من الشباب. والحمد لله بدأنا ان احنا نعمل استراتيجية مع اللجنة البرلمانية، لقيتهم هم طموحهم اعلى مني.
يعني انت فاهم لما انا جاي لك عشان اقول لك ده حلمي تقولي لا ده حلمك عندي انا هنجحك. فده كان فضل ربنا عز وجل. التواصل اللي تم بين وزاره الشباب والرياضه وبين اللجنه البرلمانيه وان هم يحيطوا باولادهم بعيد عن علي شعبان. بقى علي شعبان خلاص كان مرحله وقال لك لا احنا الاستراتيجيه عندنا. قلت لهم وانا كيجي بارالمبي يعني انا شغال بقى لي 5 سنين لوحدي بس انا اعتبروني سنه اولى. بدأ يحطوا لي الضوابط والاستراتيجيه ازاي. الحمد لله بدانا ستارت اول دوري مصري عربي ويمكن في العالم. الحمد لله ربنا اكرمني تواصلت مع الانديه جبنا 8 انديه وجبنا مركزين شباب وكان 2023 بدايه اول دوري مصري والحمد لله كان بتشريف معالي وزير الشباب والرياضه دكتور اشرف دكتور حسام رئيس اللجنه البرلمانيه ومجلس ادارتها بالكامل. مش عايز اقول لك بقى يعني كميه السعاده اللي بره مصر لمصر لان دايما مصر هي الرياده زي ما حضرتك عارفه ويعني الرياده لقصار القامه عشان بس ما نتغرش لا بفضل لمصر مهما كان في فريق مغربي احقاقا للحق شارك في بطولات دوليه بره بس احنا كان تاسيسنا الاول. لكن حاليا الرياده البارالمبيه لقصار القامه احنا اول فريق او اول منتخب بارالمبي في العالم. أول منتخب بارالمبي وأول كيان بارالمبي لقصار القامة بيمارس كرة القدم إحنا وإحنا دلوقتي الحمد لله إن إحنا بنصدر التجربة للأردن والعراق وسوريا ولبنان وفلسطين وبنقول لهم اشتغلوا زي ما مصر اشتغلت. إحنا طبعا كابتن علي من البداية الملف كان يعني متبنيين وهنا سواء دي حقيقة أستاذ نهاندو كريم يعني أنا بقدم له التحية أنا آسف إن هو في غيابه كان معاكم وليد والحضري كان أستاذ كريم طبعا أنت بنتمنى له أنا ضيف النهاردة لا أنا ضيف زيك كريم محترم إن شاء الله يرجع بألف سلامة. لكن من خلال البرنامج دايما كان التوجه وال يعني النداءات من نهاوند من كريم للاهتمام بقصار القامة هم خدوا الملف احنا بالظبط فاحنا يعني برضو احنا متابعين الاخبار ان بالاسبوع اللي فات كان عندكم اجتماع اول الاتحاد. عايز تكلمني الاتحاد بيضم كام لعبه عندنا كام لاعب في تصنيف قصار القامة. هو في حته بس نسيتها ان الفكره ما كانتش في الاول كره قدم زي ما قلت لحضرتك ان لما بدانا وجي فخامه الرئيس اطلق قانون 10/2018 بعد ما كان حبيس ادراج 30 سنه طب انا هبدا كره قدم ما عنديش لعيبه فبدات باول فريق غطس في العالم الاقزام السبعه تحت الميه وكانوا دول اول فريق يتم تدريبهم نظري وعملي في حمامات سباحه خدنا اماكن عملنا فيها كورسات والنهارده كان معاهم ريم اشرف اللي هي بطله موسوعه جينيس وقتها ريم من شرم الشيخ ونزلنا تحت الميه ببانر لرد جميل او شكرا فخامه الرئيس ان انت النهارده رديت الجميل لاولادك كذوي اعاقه وخصوصا قصار القامه كاعاقه حركيه. النهارده الحمد لله بعد اللجنه وبعد الدوري كانت اللجنه البرلمبيه ليها استراتيجيه مع كل الالعاب ان هم بيقول لك ان من يقود الرياضه البرلمبيه واحق بيها هم اصحابها. فكان 12/8 في دي جمعيات تأسيسية لست اتحادات كراسي متحركة على صم على رفع أثقال سباحة وإحنا يعني كنت أنا بحضر الملف إن أنا عايز أطلع خليني على جنب بلاش أنا في الستة دول خليني إيه في الآخر يعني أنا خليني الكرزال على التورتاية والحمد لله الدكتور حسام ومجلس إدارة اللجنة حددوا لنا مع 23/9 دي كانت الجمعية التأسيسية لأول اتحاد مصري رياضي لرياضات قصار القامة شارك 20 نادي على آخر اليوم طبعا عشان اليوم كان طويل كان في 13 نادي هم اللي شاركوا بالفعل في الجمعية التأسيسية والحمد لله كانت قائمة صناع السعادة اللي هي بتضم علي شعبان استاذ نهال عنبر طبعا اللي انا بقدم لهم كلهم كمجلس اداره. كنت معانا على التليفون لما استعرضنا القايمه دي حقيقه وسالتك حتى ليه الفنانه نهال عنبر تحديدا يعني ليه جمعتوا ما بين الفن والمعنيين هو انا عملت ميكس يعني احنا زي ما قلنا احنا بدانا منتخب الاول وبعدين بقينا فرق فالمنتخب بيضم 18 محافظه فانا قلت انا لازم اعمل اتحاد ميكس من كل المحافظات وكنت اتمنى ويمكن انا قلت لحضرتك ان اللي يبقى على راس المنظومه منهم زي ما حضرتك قلتي احنا بنعتذر ان محدش جه النهارده بس هم عشان هم بيحضروا الحاجه وسبق هقوله لك دلوقتي ان شاء الله فخدنا من اسكندريه خدنا من القاهره يعني استاذه نهال عنبر طبعا شخصيه بعيدا عن الفن هي انسانه ويمكن الاجتماع اللي حصل بعد كده تاني يوم في بعد ما كلمت حضرتك في اللجنه والصور موجوده خير دليل ان هو ربنا اللي جمعنا
طبعا علاء ده شاب من شباب قصار القامه من المنيا، ولد بسم الله ما شاء الله رياده اعمال واخصائي بصيرات، فكر تاني خالص. احنا معانا صور يا جماعه، يعني في صور ما فيش صور جاهزه؟ في طبعا عبد الرحمن بركات البنك الاهلي، في دكتور عبير نصار شخصيه محترمه جدا في رياده الاعمال، يعني كلهم التدريب. قامت ما شاء الله جاي منوع ما بين كابتن اول عندنا الكابتن ابو طالب استاد القاهره، وكابتن صفاء لاعبه العاب قوه. فالحمد لله النهارده الكيان عايز يعمل حاجه، ويمكن لما استاذ نهار عملنا الاجتماع في اللجنه البرلمانيه مع كابتن عماد وكابتن ايهاب حسنين، مسكت الولاد على جنب قالت لهم خلي بالكم انا ما بحبش اخش في كيان وما اكسبش، انا عايز افوز على طول. أيوة. فكانت روح طبعا واعطت لهم طاقه ايجابيه، وهي بحكم شغلها في النقابه وماسكه الملف الصحي وشغاله مجتمع مدني كويس جدا، فهي قلت لها مهما هكلمك انت مش هتحسي لما تشوفي. بعد اللقاء قالت لي انت يعني عملت فيا جميله، في طاقه ايجابيه جوايا انا، يعني انا متغيره. فالحمد لله ده فضل ربنا علينا ان احنا اخترنا قائمة صناع السعادة. الصورة دي حلوة، معلش يا طمال هتهلنا هنا بعد اذنك في الشاشة الكبيرة صورة الوزير وهو بيلعب، مش ده كان نسيت الوزير؟ دكتور اشرف العالمين. عجباني الصورة دي حلوة جدا. لا احكي لنا اليوم ده ايه بقى؟ ده هنا كان مهرجان العالمين السنة اللي فاتت، كان معالي الوزير الدكتور اشرف صبحي وكان محافظ مطروح، كان فيه اربع وزراء ودول ولادنا منتخب مصر. وهتقولي الوزير كسب؟ لا ايوه كده مش عايز اقول لك ان مهدي رقم 22 يمكن دكتور اشرف هيسمعنا ماسكه كده قال له انت ارهق انت تعبتني، حتى امبارح لما كنا معاه قال لي فين مارادونا، قلت له تحت ايدك واقف. فالدكتور اشرف طبعا يمكن هو قال كلمه، احنا كنا في مؤتمر تدشين مبادره تعزيزات الانتخابات لذوي الاعاقه بتاعه عن مجلس قومي، هو اول ما دخل وشافهم قال كلمه للدكتور ايمن كريم قال لهم دول ولادي. هنا ده افتتاح الدوري طبعا، واحنا واخدين التيشيرت بتاعنا هو علم مصر عشان الانتماء، وطبعا ما فيش اجمل من كده ان اولادنا طبعا بالحضاره الفرعونيه طبعا اعتقد بيبقى هنا كان دعم في الدوري ده كابتن عماد رمضان والدكتور حسام. والميزه ان هنا ان اللجنه البرلمانيه جابت كل اخواتنا من العقاد الثانيه ان هم يدعمونا هنا. ده كان عيد ميلاد ده مروان، دول منتخب مصر الكابتن البيضا والكابتن حضري كان ضيف معاكم، دول منتخب مصر كانوا بيجهزوا البطوله دوليه. الحمد لله هنا ده فريق الغطس بقى اللي تأسس 2018 ريم وجيداء ومحمد وميزو. عشان تلاقي الكوادر دي اكيد تعبتوا برضو يعني. طبعا لا وخدوا تدريب، يعني مش عايز اقول لك ان الشباب دول خدوا تدريب اكتر من ست شهور لان طبعاً. هم ما مسكوش ميه ولا واحد فيهم غير ريم اشرف وانا يعني اهو. هنا ده الكابتن عماد رمضان امين صندوق اللجنه، هنا كنا بنشارك الساقه الواحده الدوري بتاعهم، وده الدمج مش الدمج الاتاحه. هنا دي كنت في العراق، كنت عاملين مؤتمر ما بين العراق والاردن وفلسطين ومصر، وطبعا هنا بفضل الله الرياضه لمصر وكنت انا رئيس المؤتمر الحمد لله. هنا ده في ختام الدوري الاعلامي طارق علام داعم زيكم وحابب الموضوع، ده ختام الدوري كان في شهر 8. لا وجودنا لو عايزينه اي وقت في الفعاليات دي ده يشرفنا. هنا ده منتخب مصر في المغرب. الاعمار ايه يا استاذ؟ بصي احمد يعني اللي في النص ده الكابتن احمد عبد الرازق، ده عميد لاعبي العالم وهو كابتن المنتخب، واللي انا كنت عايز اخطفه النهارده كان هيناقشك شويه اللي في النص ده هو كابتن اللي جنبه مهدي مهدي اداب 20 سنه مارو يوسف الراوي شغال في امازون، محمد يحيى جون كبر اللي وراه، عبد الرحمن عضو مجلس الاداره. يعني ما شاء الله كل واحد فيهم بطل وفي نفس الوقت عندهم اشغالهم وناجحين في مستوى العمل. وليد ماجيكو وده بقى التحكيم بتاعنا، وطبعا العنصر النسائي الكابتن ايه، هم طبعا هم على فكره دول شغالين معانا متطوعين، كابتن عطيه وكابتن كولا وكابتن هيثم وكابتن ايه. ده وليد ده هقول لك رونالدو على ميسي كوكتيل كده كان معاكي انت لا بس وليد من فتره طويله. وليد الماجيكو وليد ده ساحر بكل ما تحمل الكلمه، ممدوح وعمر ورمضان. ده فريق اسوان وده فريق الاهلي بالملاحه اللي خد الدوري. الواحد مبسوط بجد. ده ختام الدوري الدكتور حسام الدين مصطفى، كابتن عماد، استاذ محمد يحيى، كابتن ايهاب حسنين، دول مجلس اداره اللجنه البرلمانيه. يعني فريق الاهلي هو اللي خد الدوري. الاهلي طبعا مع الشعار، ما احنا مخلصين في كل حاجه والله. ايوه ما احنا قلنا اهلي ملاحه اهلي القاهره لا والتيشيرت كمان واللوجو. فاهتمام اللجنه ان هم يبقوا موجودين وحريصين، ده الدكتور حسام رئيس اللجنه، كابتن عماد رمضان، استاذ محمد يحيى، الناس دي سبورتد قوي، مش هم شايفين عمل كويس.
فقال لك احنا ليه العمل ده ان احنا ما نتوجوش معاه في ظهر. النهارده احنا بنطلع من كره القدم، احنا يمكن كان في اول بطوله سباحه المياه المفتوحه في اسكندريه اول امبارح، لا بارالمبي يعني اول بطوله جمهوريه اللجنه البرلمانيه تنظمها في نادي اليخت في اسكندريه، وكان معانا لاعب منتخب اسوان اللي هو شيكا محمود شفيق اللي اتنقل للبنك الاهلي دلوقتي هو الوحيد اللي بيلعب. مش عايز اقول لك ان كان الدعم كل زمايله وزميلاته جم من القاهره ومحافظات ان هم يدعموه في اسكندريه، والحمد لله النهارده خد مركز رابع، وده هو الانجاز. ان حضرتك النهارده مش لعبه واحده، لا احنا حضرتك بتسالي على الاتحاد، الاتحاد الانجليزي هو في الاتحاد الدولي لرياضات الاقزام مقره انجلترا، وفي عضويه باسم اللجنه البارالمبيه في الاتحاد، وان شاء الله في اجتماع الدكتور حسام بلغني بيه امبارح يوم 18 ان احنا ندرج هم في 14 لعبه. هنا في اتحادات موجوده سباحه ورفع اثقال فيها واحد في كل مثلا اتحاد، فاحنا هنتعاون معاهم لغايه ربنا ما يكرمنا والاتحاد يتشهر. احنا لسه في مرحله تحت تاسيس، يعني تقريبا امتى قدام مده ايه؟ والله هم بيتكلموا من 3 شهور ل6 شهور، بس انت عارفه طبعا حياتك عارفه الاستحقاق الانتخابي، فاحنا الدنيا كلها النهارده مهتميه بما هو اهم. اوكي يعني فان شاء الله. اولا دكتور اشرف اول امبارح يعني بيتكلم دول ولادي انتوا على المنظومه، واللجنه البرلمانيه قالت الملف بتاعنا لكل الاتحادات، يعني مش احنا بس، لان في النهارده 7 اتحادات، فالناس كلها النهارده مركزه ان احنا نعدي بسفينه الوطن وبعد كده احنا بنبني البيت من جديد. مش مشكله يعني احنا بنبني متاخر شويه بس احسن من لما نبنيهوش خالص. احنا ما كناش موجودين، خلينا صراحه. بس حضرتك بتقولي يعني حضرتك من القليل، الاستاذ فاروق قال الناس القليلين قوي اللي بيعمل اسبوت، هو يجي يعمل اسبوت عليا في حدث، لكن حياتك معلش حياتك كنت مدخل الاسبوع اللي فات، ومن فتره كنت جايبه الولاد، واستاذ كريم استاذ كريم كان بيقابلهم بره بيصور معاهم سيلفي. حضرتك حتى انا كان نفسي اجيب لك بنوته، ليه؟ لان هتشوفي بطلات. شوف اقول لك على حاجه استاذ علي، انا اوعدك اهو الاعداد سامعني، هنيجي نعمل تقرير وانا حاجه اصوره كمان بنفسي مع الكاميرا ونعرضه في 10 الصبح. انا بحب على فكره التصوير الخارجي جدا يعني، فده هيبقى من التقارير ان شاء الله اللي هنعملها باذن الله. انا كمان عايزه اروح قبل ما نختم الشباب بيدي لنقطه مهمه نطمن، يعني طبعا الرياضيين بتوعنا وابطالنا اكيد بيبقوا محتاجين، هيكون شق مادي مهم اللي هو بيصرف على الاستعدادات والتجهيزات والحاجات اللي زي كده، هل هي كافيه ام لسه بنتكلم ان في دلوقتي دعم معنوي من الوزاره ولكن بيبقى الشق المادي لسه ليس الافضل عشان بس نوصل الفكره؟ من 2018 حتى الان حتى 2022 وزاره الشباب والرياضه كانت متكفله بكل حاجه. اللجنه البارالمبيه من 2023 حتى هذه اللحظه خلاص بقى بيتنا ماليا وفنيا واداريا اللجنه، يعني السبق لو لحضرتك قبل ما نختم ان احنا عندنا ان شاء الله ب 25/10 تم اصرار اللجنه البرلمبيه ان هي اللي ترعى هذا اليوم كمهرجان عالمي لاقصار القامه، وامبارح الكابتن عماد حجز استاد القاهره، وان شاء الله الاتحاد بالكامل هيبقى موجود ونهال هتبقى موجوده، وقالت لي انا موجوده وهاجي بالتريننج. فاحنا النهارده دعوه لكم الحفله بقى، مش هاجي كنت هقول لك لا احنا عايزينك بالتريننج بقى وتنزلي مع الاولاد، فده هيبقى شرف لينا والله. بعد الحلقه نتفق ان شاء الله، هيبقى 25 موجوده من الساعه 3 لغايه الساعه 7 وجودك مع الاولاد. احنا ما بنقولش دمج، احنا بنقول اتاحه. الاولاد لما هيشوفوا قيمه اعلاميه زي حضرتك او استاذ فاروق او الاستاذ كريم او نهال بيديله طاقه ايجابيه. انا كنت بعيد عن الناس دي، انا مش شايف. صح طبعا، فدي رسالتي ان انا عايز الناس تغير الثقافه. الحمد لله احنا الثقافه اتغيرت، النهارده بيتقال علينا ابطال بعد ما كانوا بيتنمروا علينا بيطلعونا كلاون، لا خلاص القصه دي قفلت. لا 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 الكلام ده مش مقبول تماما. اعلام محترم زي النادي الاهلي الكيان المحترم اللي احنا بنشيد بيه، واتمنى لكل انديه مصر بما فيهم النادي الاهلي والزمالك والمقاولين وزد، احنا عندنا اولاد وعندنا لعيبه. حضرتك لما هتعمل شعبه قصار قامه مش هيزود اعباء عليك، بالعكس ده هيلمعك اكتر، لان الولاد دول ابطال. صحيح. فدي رسالتي لحضرتك طبعا، ويعني اتمنى ان الاعلام كل يوم يزيد زي ما حضرتك شرف فينا والبرنامج داعمنا، وفي اعلاميين محترمين كتير داعميننا. انا عايز اعلام اكتر ان شاء الله، ده هيحصل. صحيح، لسه كنت اقول لحضرتك تستحق ذلك يعني، فباذن الله ده هيحصل جدا، واحنا هنبقى حريصين كمان على ان ده. واحنا عندنا بطوله دوليه بقى، فعايزين وشك حلو بقى يعني كده. والله وش حلو جدا والله العظيم، والله بجد، واحنا وشنا حلو خلي بالك. ان شاء الله عندنا بطوله دوليه في شهر 1 باذن الله، و10 دول بردك كاس العرب 2، يعني هنقول ايه ان يبقى انتمائنا اعلاميا عشان ايه
النادي الاهلي بقى هو هيتبنانا شويه في اعلاميه. حضرتك استاذ فاروق استاذ كريم والقناه، وشرف ليا طبعا ان انا موجود وباسم نجوم مصر احنا بنقدم لكم التحيه وبنقدم للنادي الاهلي. وانت بتقوم بدور كبير استاذ علي، ولا مش بجاملك يعني، ده دور محترم بصراحه في المجتمع جدا. فكل التوفيق لحضرتك ولكل المجلس حقيقي يعني. ميرسي لذوقك، وشرف فينا ان حضرتك هتبقوا معانا، وتحياتي لكريم من اسكندريه، انا كان نفسي اشوفه. ربنا يشفيه ابن بقى ابن بلدك. بلدي بقى اسكندراني زي ربنا يشفيه يعني. كريم هو تعبان بس شويه، مشاكل صحيه ان شاء الله يقوم بقى. هو دور برد منتشر، معرفش ده ايه بصراحه. انا سعيد بوجودي قدام جميع الجماليات في النادي الاهلي. شكرا فندم، نورتنا يا كابتن علي. ودي كانت فقرتنا الاولى الحواريه مع الكابتن علي شعبان رئيس اتحاد رياضات قصار الاقامه. هنطلع لفاصل وبعده نرجع مره ثانيه للفقره الثانيه الحواريه مع الكابتن ياسر مصطفى، الحديث بقى عن الامور الخاصه بالنادي الاهلي والمنتخب المصري باذن الله. شفنا امبارح يعني خلينا نقول بروفا كانت رائعه جدا قبل كاس الامم الافريقيه، وتالق كان واضح من منتخبي مصر طبعا والجزائر في اللقاء اللي انتهى بالتعادل الايجابي. كنا نتمنى ينتهي يعني بفوز منتخب مصر، كان على كل حال لعبنا لعب حلو جدا. الفترة اللي جاية هنتكلم كلام كتير جدا عن طبعا مشوار المنتخب واستعدادات اكيد النادي الاهلي كمان قبل بطولة الدوري الافريقي مع صديقنا العزيز بقى كابتن ياسر. كابتن ياسر مصطفى نجم الاهلي طبعا السابق، واللي دايما والله العظيم يعني بيسعدنا ان هو كل حلقه بيجي لازم صوره مختلفه من عندنا. اشكرك طبعا على المعلومات القيمه اللي بتبقى داخل الورق ده. طبعا صباح الفل. طبعا سعيد اني موجود معاكي ومع فاروق. طبعا فاروق طبعا من الناس اللي انا بحبهم جدا، وان شاء الله يعني دايما يكسر الدنيا. والف سلامه للاستاذ كريم. هتتغرق صور بص مش هيحرمك والله. لا هو برضك كان مميز جدا في معسكر النمسا بصراحه. لا فاروق من كبار المراسلين عندنا والمذيعين يعني، كان عامل شغل جامد جدا. دي حقيقه والله. فطبعا سعيد اني موجود معاكم وصباح الفل. طبعا بشكرك ومشرفنا طبعا في 10 الصبح في الاهلي. وبالامس كانت مباراه منتخب مصر والجزائر، مباراه مش هقول عليها مباراه وديه لانها خدت الطابع الرسمي. انت من الدقيقه 28 بتلعب ب 10 لاعبين، بروفة قوية جدا للمنتخب المصري. تقييمك فنيا لمواجهة الأمس مع منتخب الجزائر، وشايف احنا استفدنا من المباراة دي ازاي؟ أولا طبعا المباراة فعلا زي ما أنت قلت يا فاروق إن هي احنا استفدنا منها. رقم واحد إن احنا لعبنا يعني يعتبر أكتر من تلتين المباراة ناقصين واحد، ودي استفادة فنية ممتازة جدا. بالنسبة لنا احنا استفدنا أكتر من الجانب الجزائري لأن احنا لعبنا ناقصين واحد وغيرنا طريقه اللعب اكتر من مره. يعني بدايه المباراه احنا لعبنا باتنين مركز 8، وبعد كده لما اضطرد غير ولعب 1-8-1-6، فلعبنا 4-2-3 بعد الطرد، وقبل الطرد كنا بنلعب 4-2، يعني غير كذا مره في طريقه اللعب. طريقه اللعب ودي فايده جامد جدا للمدرب، ومعانا مدرب ما شاء الله على مستوى عالي جدا، ادار اللقاء بشكل كويس جدا. ما تحسش امبارح يا كابتن ياسر ان مصر بتلعب 10 لعيبه قدام منتخب الجزائر؟ اللي كانت نقطه مهمه جدا، ومعظم اللاعبين تحس امبارح ان هم كان عندهم استنفار وعندهم يعني بيلعبوا الماتش بقوه. ما تقولش ان فعلا زي ما انت قلت وكابتن هواند قالت ان الماتش ما تحسش انه ودي خالص. الاستاد مليان، الماتش بينج بونج رايح جاي، الاثنين مدربين عاوزين يكسبوا. فالماتش من الناحيه الفنيه ماتش فنيا عالي جدا. طريقه اللعب بالنسبه للمنتخب مصر اتغيرت كذا مره زي ما انا قلت لك. عجبني جدا يعني كذا لعيب في الملعب، طبعا على عصام العملاق الشناوي. طبعا بالنسبه لي من طبعا هو مش هقول افضل مباراه لان الشناوي على طول الحمد لله كويس، لكن الشناوي امبارح عمل مباراه كبيره جدا 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 من الناحيه الفنيه. هو شال من علينا سكور بصراحه. لا لا برضو كان في حاجات، خلينا نقول مش اهداف مؤكده بس كان في اهداف تفضل. ايوه في يعني في يا نهواند كابتن ياسر، من الدقيقه 89 ل 91 دي 91 منتخب الجزائر كان بيلعب محمد الشناوي بس. صحيح يعني كلام مظبوط، كلام مظبوط. من الدقيقه 89 لدقيقه 91 كانت المباراه مواجهه ما بين منتخب الجزائر ومحمد الشناوي في واحده اللي هي عمل فيها وضع النجمه دي يعني نموذج. صده نموذجيه. تمركز سليم، فتحت رجل ممتازه، التكنيك بتاع الاداء بتاعه فيها هايل جدا. لا الشناوي عمل ماتش امبارح كبير جدا. محمد صلاح من الماتشات اللي هي عجبتني اداؤه فيها. تريزيجيه كان هايل جدا، حمدي فتحي، يعني مجموعة اللعيبة كلها أنا شايفهم كانوا هايلين جدا جدا جدا. محمد هاني قبل الطرد برضه. محمد هاني وأنا سألت الكابتن ناصر عباس
بعد المباراه بيقول ان هي ما تستحقش طرد، يعني هي يعني بيقول ان هي انذار. في اختلاف بقى هنا، البعض شايف ان هي طرد مؤكد والبعض يقول لك ما تستحقش. كابتن ناصر عباس انا سالته هو معانا هنا في القناه فبيقول لا هي تستحق انذار اكتر منها طرد يعني. فبرضك يعني تحس ان الحكم كان بتنشن شويه، تحس ان الحكم يعني كان عصبي، هو حكم كويس وكل حاجه بس كان عصبي شويه. بس كان يعني برضه ناخدها من النقطه دي يا كابتن ياسر، انت مهم جدا في المباريات الوديه او في الاستعداد بتاعتك انك تتعرض للضغوط اللي انت ممكن هتتعرض ليها في البطولات الافريقيه، خاصه ان الامور دي معتاده بنشوفها دايما في التحكيم في البطولات الافريقيه. صحيح، كلام مظبوط جدا جدا جدا. وانا قلت لحضرتك هو الطرد طبعا في شغل فني بالنسبه للحكام، لكن انا بكلمك على الصعيد الفني بالنسبه للفرقه. بالنسبه للفرقه، الفرقه استفادت جدا جدا بعد الطرد ان احنا قدرنا نلعب ب10 يعتبر تلتين المباراه بشكل كويس جدا، ادائنا في توازن بين الدفاع والهجوم، الراجل غير في شكل الفرقه بشكل كبير جدا، هو بدا باللي نهى بيه الماتش اللي قبله، بيلعب كان بادئ المباراه ب 2-8-1-6 كان النني وبعدين قدامه حمدي فتحي وزيزو، فكان بيلعب ب 2-8 فناحيه هجوميه، يعني كان بادئ المباراه عاوز يكسب باينه جدا في التشكيل بتاع الفرقه، اداء الفرقه كان منظم بشكل كبير جدا، مصطفى محمد من الماتشات اللي عملها ممتازه جدا، وحتى الكوره اللي ضيعها عملها كويس، يعني طلع بره هي بس بعدت سنه شويه، لكن لو هو عملها تشيب وهو رايح للجون كان ممكن تبقى جون، لكن برضك عملها بشكل كويس جدا، يعني مصطفى محمد من الماتشات اللي عملها كويس جدا جدا جدا. الاداء الفرقه في بين التوازن الدفاعي الهجومي اتعمل بشكل كويس جدا، المرتدات الهجمه المرتده عملناها نموذجيه في اخر كوره اللي جت من مرموش دي اللي عملها صلاح بينيه دي، يعني كان ممكن يبقى 2-0 والماتش خلص. صح، لكن هي دي حال كره القدم ان هي تضيع هنا وتترد بالتعادل هنا، لكن كان خلاص كان ممكن يبقى 2-0 والماتش خلصان. فالمباراه في اجمالها يعني مباراه ممتعه جميله، اداء المنتخب كان فيه رجوله والاداء الفني ممتاز جدا، اللياقه البدنيه بتاعه اللعيبه هايله، فصراحه تحيه يعني لعيبه المنتخب والمدرب المنتخب امبارح. انا اللي يهمني من المباريات الوديه ومباراه وديه عن مباراه وديه ان انا اصلح الاخطاء اللي حصلت في المباراه اللي قبلها. صحيح. هل فعلا فيتوريا قدر ان هو يحقق او يصلح من الاخطاء اللي شفناها مع زامبيا على سبيل المثال، مش هرجع بقى لتونس والكلام ده. صحيح. هقول اللي قبلها على طول لان ده اللي يطمني على اللي جاي. ده سؤال فني جامد جدا، انا حاسه كده بقى. لان هو انت بتتكلم في حاجات فنيه يا جماعه، الموضوع الموضوع كبر كده. هو كده، هو عمل فعلا حاجه زي ما كنت بقول لفاروق، ان هو غير نهب اللي بدا بيه، يعني بدا باللي نهى بيه، ان هو كان بادئ الماتش اللي قبله باتنين مركز سته، تمام، اللي هو اتنين مركز سته وواحد، بعدين رجع غير الشوط الثاني لما نزل زيزو وحمدي فتحي وطلع النني، فبالتالي شكل الفرقه اختلف، فهو بدا باللي نهى بيه ودي ميزه، لانه الماتش اللي قبله كان هو مغلوب من ماتش تونس ومش عاوز يتغلب الماتش الثاني، فكان متحفظ شويه دفاعيا. والشوط الثاني اتحسن الاداء بشكل كبير جدا لما غيرنا للثلاثه اللي في نص الملعب، بقينا بنلعب ب 2-8-1-6، ادت ناحيه هجوميه بشكل كبير جدا. الماتش دوت هو بدا كده. لكن طبعا موضوع الطرد يعني ما اسعفوش شويه، ودي كانت ميزه ان صلاح يرجع في مكانه الطبيعي، يعني احنا استفدنا منها من حاجتين، ومصطفى محمد قدر يعمل دور المهاجم الوهمي اللي هو لما نزل واشتغل. صحيح. عمله بشكل كويس جدا 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 في الكونتر اتاك بالذات يعني. والتنظيم واللعيبه عملت مجهود اكتر، لان لما حسوا ان هم ناقصين والاستاد مليان والجماهير كتير المصريه، فبالتالي استنفرت اللعيبه بشكل كبير جدا، فادى الاداء الرجولي اللي هم عملوه في المباراه دي. والمدرب يعني بدا خلاص يبقى لينا قوام للمنتخب واضح، يعني تحس خلاص منتخب مصر نقدر اي حد يحط التشكيل بشكل كبير جدا من وجهه نظرنا الشخصيه. يعني في نقطة مهمة جدا يا كابتن ياسر يعني عايز اتكلم فيها، احنا شفنا في ماتش زامبيا حمدي فتحي والهدف اللي احرزه في مرمى زامبيا، وبالامس حمدي فتحي. عايز ارجع لنقطة ودي خليني برضو انسب فيها الفضل لمستر كولر وللنادي الاهلي في تطوير النواحي الهجومية والخططية للاعب مركز 6 ومركز 8 زي حمدي فتحي. أيوه. الهدف اللي احرزه حمدي فتحي في زامبيا، الهدف اللي احرزه وان تواجد حمدي فتحي في المكان ده، احنا اتكلمنا على المشهد ده كتير جدا مع كولر. صحيح. مع النادي الاهلي، فاحنا من النهار من خلال قناه النادي الاهلي احنا بننسب ان جزء من تطوير النواحي الخططيه والهجوميه
حمد فتحي كان لمستر كولر مش جزء ده. ده هو التطوير كله من مستر كولر صراحة، يعني ان حمدي كان بيلعب ستة صريحة يعني ما فيش فيها اي حاجة، لكن لما جه مستر بدأ يغير في الاثنين، حتى اليو ديانج دلوقتي بيعملها بشكل كويس جدا، كل لعيبة النادي الاهلي طورت في حتة نص الملعب دي كويس جدا، وبعدين الروتيشن اللي بيعمله دايما في الفرقة ما تحسش مين الاساس ومين الاحتياط. لكن نرجع للتطوير بقى، ده فعلا يعني نتيجة أدائه مع النادي الأهلي هو اللي بقى يوصله دايما إن هو يبقى يبني الهجمات في الصندوق بشكل كويس جدا، وأدائه اتطور بشكل كويس، وهو مركز 8 طول عمره كده، يعني مركز 8 طول عمره هو الزيادة العددية اللي هي من نص الملعب اللي بتزود مع المهاجمين، فبتدي ناحية هجومية أكتر للفرقة، وفي نفس الوقت لما نيجي مش معانا الكورة الناحية الدفاعية بتبقى مناسبة جدا، بتلعب بردك بثلاثة يبقى 4 3 3 بالشكل بالمشتقات بتاعتها كلها، فبالتالي هو بيعملها بشكل كويس جدا. وطبعا النادي الاهلي ليه بصمات واضحه مع كل اللعيبه اللي اتطورت بشكل كبير جدا سواء في المنتخب او في النادي الاهلي، يعني في لعيبه كتير جدا في النادي الاهلي اتطور اداها جدا مع المدير الفني طبعا للنادي الاهلي، هو مدير فني واخد العلامه الكامله السنه اللي فاتت ومدير فني من المديرين الفنيين الكبار جدا، فطبعا بنحيي اداره النادي الاهلي ان هي جابت مدير فني على مستوى، دايما اداره النادي الاهلي بتعرف تختار المدير الفني المناسب دايما في التوقيتات المناسبه. طبعا كاس الامم الافريقيه يعني لو هتكلم عن بصراحة مين المرشح الأكبر؟ ما تقول يعني مش لازم تقول مصر، يعني أنا من وجهة نظرك يعني المباراة بتاعت امبارح دي بتقول إن إحنا هننافس بقوة، يعني وجهة نظري المباراة بتاعت امبارح دي بتقول إن إحنا هننافس بقوة، ما نقسي على ماتش تونس لأن ماتش تونس يعني كنا لسه الحالة البدنية بتاعت اللعيبة في بداية موسم واللعيبة لسه مش متظبطة على مستوى، بس امبارح أخذنا شوية ثقة. مين تاني من المنتخبات اللي شايف برضو أداؤه حتى هذه اللحظة حتى في الوديات قوي؟ المغرب طبعا. لسه كنت هقول لك المغرب طبعا من الفرق، أنا قلقانة من المغرب بصراحة. لا ما تقلقيش إن شاء الله يعني. إحنا خلاص النادي الأهلي كسر الموضوع ده لما خدنا دوري الأبطال في المغرب، واعتقد ان النادي الاهلي لما تيجي تشوفي قوام المنتخب حضرتك هتلاقي 7 لعيبه من النادي الاهلي، يعني 7 لعيبه من النادي الاهلي في الملعب، فبتتكلمي على يعني عدد كبير جدا من اللعيبه الاساسيه في المنتخب، فبالتالي قوام المنتخب كل ما النادي الاهلي بيبقى ماشي خطوات ممتازه هتلاقي قوام المنتخب ماشي بخطوات ممتازه، فاحنا دلوقتي بنتكلم ان 7 لعيبه في منتخب مصر بيلعبوا، يعني يعتبر العناصر الاساسيه المنتخب، ايوه بيلعبوا، فبالتالي ما تقلقيش على منتخب مصر طول ما في النادي الاهلي ماشي بخطوات ممتازه. يعني كمان انا هوند تطرقت لموضوع منتخب المغرب، وليد الرجراجي المدير الفني لمنتخب المغرب قال لك انا ما بوعدش جماهير المغرب بكاس امم افريقيا، احنا مش فريق مرشح للبطوله، انا برشح مصر وبرشح الجزائر للبطوله. اعتقد يعني الحرب النفسيه، ايوه برافو عليك. غريبه التصريح، مش لا هو مدرب ذكي جدا خد بالك، مدرب ذكي وبيشيل الضغوط، بيشيل الضغوط من على فرقته وبيخلي الجمهور بتاع المغرب ما يبقاش ضاغط على اللعيبه وعلى الجهاز الفني، هو بيحسس المنافس ان هو في حته بعيده، ايوه اللي هو انا بعيد عن التنافس يجي يلعب بقى معاه بالظبط كده. بس طبعا النادي يعني المنتخب مصر يعني عنده الخبرات يعني الكافيه اللي هي تاهله ان هو ان شاء الله ينافس على البطوله بشكل كويس جدا، اعدادنا ماشي بشكل كويس جدا، مدير فني منظم، حتى المنتخب الاولمبي اموره طيبه، عندنا لعيبه زي كوكا مثلا من المنتخب الاولمبي تلعب المنتخب الاول، فانا شايف ان الامور ماشيه مع المنتخب مصر ان شاء الله باذن الله هنعمل حاجه كويسه، على الاقل هنلعب مباراه نهائيه ان شاء الله باذن الله. توقعاتي يعني والشكل اللي احنا لعبنا بيه امبارح ده ممكن كنا نكسب 2-0 في الكوره بتاعت عمر مرموش دي، كان 2-0 والماتش خلاص لملم له وانا والماتش خلص خلاص، لكن هي الكوره كده يعني روح التنافس وعجبني جدا الروح الرياضيه بين اللعيبه يعني برضك والجمهور، يعني الجزائر قاعد مع مصر ودي حاجه كويسه جدا، ومن هنا بنقول لعيبه مصر يعني متشكرين على ادائكم امبارح، يعني شرفتونا وعملتوا اداء ممتاز جدا، بنقول للعيبه الجزائر يعني انا شايف من وجهه نظري احنا استفدنا اكتر منهم صح، لان احنا لعبنا ناقصين واحد على مدار المباراه تقريبا، فطبعا بحيي كل لعيبه المنتخب على اداء امبارح الجميل يعني بصراحه.
هوند عندها كلام كتير جدا بقى عن استعدادات النادي الاهلي. عندنا بص انا عمال احضر يعني نبدا بدوري ابطال افريقيا ولا قبل الحلقه بتحضر كلام علشان ماتش سيمبا التنزاني. احنا طبعا عندنا سيمبا التنزاني. يعني بص عايز نبدا بماتش سيمبا. يعني بص اقول لك على حاجه الغريبه في سيمبا ان انت يعني على ارضه بيبقى فيه قلق. يعني خلينا برضو نبقى بنتكلم بوضوح, لكن الفوز مش مستبعد. المجموعه بتاعتنا برضو خليني اعرف رايك فيها. حشد الجماهير كمان يا هند ان نادي سيمبا اعلن نفاذ التذاكر بالكامل يعني بساعة الاستاد. هو انا شايف ان شاء الله ماتش سيمبا يوم 20 هيبقى ماتش مش سهل لكن مش صعب يعني على لعيبه النادي الاهلي, لان عندهم الخبرات الكافيه في افريقيا ان هم يقدروا يتعاملوا مع نادي سيمبا التنزاني. وسيمبا التنزاني المدرب بتاعه حتى تصريحاته كلها يعني بيشيل الضغوط, نفس قصه وليد بيشيل الضغوط من على فرقته, لكن لعيبه النادي الاهلي تعرف تلعب الفرقه دي كويس جدا. وبعدين احنا عندنا العوده يوم 24 هنا في القاهره, فاعتقد ان شاء الله ان احنا مجموع الماتشين ان احنا ان شاء الله هنصعد, واللي هيصعد من او او بيست اللي هو يعني واحد من الاثنين. بس بتهيألي هيبقى سان داونز غالبا. سان داونز غالبا هي سان داونز يعني غالبا. بس انا بقول لك ان شاء الله باذن الله ان الاهلي هيعدي الماتشين يعني مش بسهوله لكن مش بصعوبه. يعني الماتش اللي هناك لو حتى طلع تعادل الامور كويسه جدا, ونيجي هنا على ملعبنا النادي الاهلي هنا مرعب للفرق. لما تيجي تلعب اي حد هنا في مصر النادي الاهلي مرعب يعني حتى انا اعتقد يعني مش اللعيبه بس بتبقى مرعوبه, الجمهور بتاعهم بيبقى مرعوب, لان جمهور النادي الاهلي يعني جمهور كبير وجمهور عظيم بيدي دفعه معنويه جدا. حتى واحنا بنتفرج احنا عاوزين ننزل نلعب يعني فاهم. ف يعني جمهور النادي الاهلي اللاعب رقم واحد من وجهه نظري, واللعيبه فورمه دلوقتي حاليا فورمه الفرقه كويسه جدا. ما عندكش لعيب اساسي ولا لعيب احتياطي, المدرب هايل ما شاء الله, اوضه اللبس ممتازه, ومن اهم حاجات في كره القدم للمدير الفني الحفاظ على اوضه اللبس. اوضه اللبس طول ما هي منضبطه, طول ما هي فيها حب, طول ما هي فيها يعني وئام بين اللعيبه والجهاز الفني, هتلاقي ده في الملعب بشكل كبير جدا. هتلاقي الفرقه منظمه, الفرقه ده ممتاز, ده بيعتمد 90% على المدير الفني. صحيح. يعني واوضه اللبس دايما طبعا انت فاهم يا فاروق, وطبعا كابتن نهاوند عارف الكلام. انا دخلت اوضه اللبس يا فندم هو بس كانت فاضيه صورت جوه. لا لا اوضه اللبس بالنسبه لاي فرقه طبعا هي اهم الأساس. حاجه هي الاساس يعني, لان هي دي اللي بتلم اللعيبه, والمدير الفني القوي هو اللي بيعرف يسيطر على اوضه اللبس. اللبس بشكل كبير. قلنا ده لما كنا بنتكلم على المنتخب بقى, كنا بنقول للمدير الفني القوي كنا بنقارن بين الاجنبي والمصري, وربما المحلي او المصري ما بيبقاش مع المحترفين الكيمستري الاروع في اوضه اللبس, فده بيؤثر شويه. قلنا الاجنبي بيبقى مسيطر بشكل كبير, وضربنا مثال قلنا ليه ده احنا عندنا منتخبات ثانيه, عندك تونس وعندك الجزائر وعندك المغرب وعندك ايه تاني, كلهم مديرين فنيين محليين. فالتجربه يعني ربما وان كانت بعيده شويه حاليا, بس اتمنى حدوثها مره ثانيه يعني. وده نرجع لكلام حضرتك, كلام مهم جدا وكلام فعلا انا نفسي بقى يعني عاجبني الكلام جدا. ليه؟ لان دايما نتائجنا الكويسه دايما مع المدربين المحليين. والله هي يعني لما تشوف الكابتن حسن شحاته انجازاتك كابتن حسن ثلاثة دوري افريقيا متتالية, كابتن جوهري وصلنا كاس عالم واخد بطولتين افريقيا. يعني دايما المدرب ليه بقى النقطة دي مهمة ليه؟ لأن المدرب المصري بيحس بالشارع المصري, بيحس باللعيب, بيعرف يتعامل مع اللعيب كويس جدا. يعني كابتن حسن شحاته كان بيشغل أغاني وطنية في أوضة اللبس. صحيح. بتستنفر اللعيبة وتخلي اللعيبة دايما في حالة استنفار مهمة جدا جدا جدا. فكلامك نموذجي الصراحة يعني بصراحة ربنا سؤال نموذجي, لأن هو فعلا إنجازات مصر كلها 90% منها مع المدرب المصري. صحيح. ودي مهمة جدا يعني لما تيجي حضرتك تلاقي المدرب بيبقى حاسس بالشارع, بينزل الشارع بيكلم الناس, دي مهمة جدا. صحيح. مهمة جدا. فنرجع للمدرب وأوضة اللبس دي مهمة لما تبقى معامل مع فرقة زي النادي الأهلي كلها نجوم, كلها لعيبة ستار, كلهم نمبر 1. فلما تيجي تتعاملي مع 30 لعيب كلهم نمبر 1, فدي صعب جدا تحطي مين ال 11 والتغييرات ومين يطلع ومين ينزل. فالموضوع صعب جدا جدا يعني. الموضوع مش سهل فنيا,
بياخد من المدرب كتير جدا عشان يبقى اللعيبه كلها مقتنعه ان كل واحد بياخد حقه. انا لو انا لعيب ومش حاسس ان انا باخد حقي هتلاقي في مشاكل، لكن طول ما انا حاسس ان انا هنا العب وهنا اخد حقي ولما اجتهد في التمرين اكون موجود فدي مهمه جدا. صحيح، يعني هو الوقت بيجري ولا ايه بقى؟ اكيد. اه والله بجد يعني، بس احنا غطينا نقاط عديده يعني كابتن ياسر، ده مكانك وان شاء الله تنورنا مره ثانيه. مشكوره طبعًا. جدا سعيد اني موجود معاكي طبعا، وسعيد اني موجود مع فاروق، والف سلامه للاستاذ كريم طبعا، وان شاء الله تكون حلقه مميزه تعجب الناس طبعا. اشكرك جدا، شكرا لكم يا طبعا. دي كانت فقرتنا الثانيه وختام حلقتنا النهارده من 10 الصبح في الاهلي طبعا، مع كان شرفنا فيها الكابتن ياسر مصطفى. بكده تنتهي حلقتنا النهارده، استنيكم غدا باذن الله وحلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي.